خويا لاباس مليحه راك مليحه دونك هاي حاضره معنا صاحبه مقوله انا ندير البقلاوه بالجوج واللوز ما نديرهاش بالكوكا ماشي بالكوكا معليش تلقات رواج قبيله مواقع التواصل الاجتماعي ودارت صنعت جدل كثير 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 ودخلت حتى في لي طوندونس في الفيسبوك دارت حاله احنا نرحبوا بها مره اخرى نقول لك مساء النور وتعاودي تطلي عاودتي انك دائما تطلي على جمهورك من خلال قناه الشروق واليوم لنا نحظ انه راكي حاضره معنا في كوفي تايم ميرسي بور لانفيتاسيون والحد ليا ستروني اللي ديما تكون شروق سباقه ديما في تانفيتي الناس اللي عندهم اعمال ولا الحق يعطيكم الصحه ومبارك لكم لهذا البرنامج اللي الله يبارك ما شاء الله قاعده نتولى نسبه المشاهده الناس كامل تحبوا يعطيكم الصحه يعني نسبه المشاهده لهذا البرنامج اللي ربما مده تاعه قصيره في اولى حلقات يقدر يعني يصنع جدل وقدر يعني يدير يعني مكان له في الله يبارك ما شاء الله شكرا لك اكيد احنا والفريق العمل الاخر نوال منال وزهره وكل فريق تقني خاصه ما نساوش باسكو جنود الخفاء لولا جنود الخفاء ما نكونوش حنا هكذا نضحكوا توجور تخيسون توجور نضحكوا اكيد نعود فقط نذكروا مشاهدينا الكرام الكل اللي يحب ضيفتنا اللي حاضره معنا اليوم حفيظه بريكي نذكركم انه هناك رقم هاتفي تقدروا تصلوا بنا 023 70 93 64 هذا الرقم في خدمتكم طيله هذا المباشر وعليكم تفاعلاتكم واسئلتكم وتحبوا تتكلموا مع الضيفه اتصلوا عليكم غير تصلوا بنا وما نزيتي فا ياك راهي الضيفه معنا طيله يعني ساعتين كاملتين يتصلوا على التصاميم ومشي الجوز واللوز اذا حبوا يتصلوا اذا حبوا يعيطوا لك ويسقسيوا كيفاش ديروا البقلاوه في قسنطينه ثاني تعالوا تهزوا التليفون ديالهم مرحبا مرحبا بهم واش لاباس راكم لها والله الحمد لله رانا مع كما يقولوا هالخدمه ومع تحضير ثاني المهرجان مع انا هو حدث جديد ربما راح تكون الشروق من القناه اللي راح تحتضن هذا المهرجان راح تكون القناه الوحيده راهي رسمي للمهرجان شروق تي في معنا في مصر ان شاء الله راح تكون نبداو ديريكتومون في المهرجان هذا اللي جبتينا يعني الحاجه الجديده وبعدها نحكوا على حفيظه بريكي لانه عندنا واش نحكوا مع حفيظه ربي يخليك سميه انتو كهاد لاول مره يعني لحسن حظي انني الحمد لله يعني في وقت قصير ومع صغر سني باغابوغ اللي راهم في الدومين قبلي يعني كنت سباقه يعني الحمد لله فضل من عند ربي بفكره اول مهرجان للبس التقليدي الجزائري في الجزائر كان مهرجان الفيلم مهرجان لكن اللبس التقليدي انا نشوفه فيه رواج كبير لكن ما عندوش هكا قاعده معينه او منبر نعتو به لباسنا التقليدي سواء للنساء او للرجال في البلاد العربيه هو فقط اجتهاد ربما من المصممين اللي يقوموا بحفلات وربما بامكانياتهم الخاصه شوفي الاخت سميه انا عندي تحفظ من هذا يعني هذا المنبر نحضر لكل مصممين الازياء انني باه ندير ديفيلي دو مود ماشي اي ديفيلي دو مود يعني باه ندير ايفينمون ونجيب فيه فنانين اللي مجرد تبادل ارقام الهواتف او الاعمال او الاكل والشرب لا انا ضد هذا الشيء انا لازمني نقدم حاجه اللي تفيد صح اللباس التقليدي اللي راهو قاعد يتسرق من البلدان المجاوره انا كل مره تنحى حاجه مره الكراكو مره القندوره مره القفطان مره يعني لازم نديروا حاجه اللي صح الناس اللي ما على بالهمش اللباس التقليدي الجزائري سي كوا اللي راني كما يقولوها انا اخر مره صارت لي اللي خلاتني ندير هذا المهرجان انني في مصر وايفنمون تاعي وديفيلي تاعي تكون اعلاميه تقصيفيه تقول لي كلمينا على القفطان المغربي اللي راكي لابسته قلت لها حبيبتي انا جزائريه والقفطان هذا جزائري لكن يعني كل ولايه عندها يعني عادات وتقاليد تاعها يعني نخدموا يعني 48 قفطان اللبس يختلف من ولايه انا ما لومتهاش علاش لاننا غايبين عن الساحه العالميه والعربيه كون ما جيناش غايبين كون رانا يتنسب لنا لبستنا على الكراكو والبدرون ولا شنو سبب هذا الغياب حفيظه اسكو نقولوا ما كاش لي ستيليست يعني ما كاش مصممين يشاركوا في هذا المهرجان ولا الدعوه ما كاش ولا يعني وراه النقص شوفي هي انا ديما نقول باللي هي نقص شويه من وزاره السياحه والصناعه التقليديه ووزاره الثقافه وعلى هذه مع حطيت المشروع رحبوا به بما انه الطبعه الاولى هو في العاده حتى الطبعه الثالثه باه يعطيوك الرعايه لكن الحمد لله نلت الرعايه من الطبعه الاولى سهلوا لي الحق وزاره الثقافه نوجه لها الشكر ثاني سهلوا لي في لي فيزا تاع الفنانين اللي كانوا العرب اللي كانوا حاضرين
الحمد لله ما يعني ماشي ما قبلتش برك مصممين، لكن حبيت نجيب من كل ولايه مصمم ازياء اللي يمثل ولايته. من الجلفه جبت النايلي، من قسمت انا القندوره، من العاصمه الكراكو. ما حبيتش اي مصمم ازياء يجيب لي كوكتيل، نو. حبيت نلقي الاضواء ونفهم الناس اولا لبستنا، ثانيا على حنا القفطان ما تنسبش لينا، باسكو عندنا بزاف لا فاريتي تاع لي توني تراديسيونيل. سي بور سا ما نقدروش نركزوا على لبسه معينه باش تنسب لينا. كراكو جزائري، شاوي جزائري، البلوزه النيليه الاوغاناز، عندنا بزاف تما ما تصيبيش. ومام درك المشكله ثاني اللي ما يعني ما نحبهاش، انه اي مصمم ازياء ينوض يدير كلش كوبي كولي. اكزاكتومون، يعني كوبي كولي تغلبت يعني في الميدان تاع الازياء. اكزاكتومون، ولينا ما نقدروش ولينا ما نقدروش يعني نعرفوا هاد لي توني تاع من في الاول. نو، في الاول انا كي نشوف لا توني نعرف شكون المصمم من اللمسه تاعو، من القواعد اللي يخدم بيهم. درك نو، حتى المبتدئين عادوا يديروا الكوبي كولي. لا لا، نحنا نحوسوا على ناس جدد يديروا سبيسياليتي في حاجه. مثلا كيما انا نحييه بزاف الزميل شوقي توازي، كافطان مبدع في القفطان، مبدع في القفطان، نحييه وحاجه تعجبني بزاف. هذا واش انا خاصنا، واحد ابداع في الكراكو، واحد قندره قسنطينيه سي قسنطيني. انا جيت صح راني ندير لي كراكو مي لحرايز، بصح لي ديفيلي دموديتو القندره القسنطينيه محاضره، لانها عندها ناسها وعندها يعني منها نبين جانب ماشي معروف، ديتها حتى لمصر. منها منها نكون مختلفة على الزملاء. لازم كل واحد يبدا يعني بلمسته الخاصة بأناميليه، وكل حاجة تكون يعني ماركة ديال. ولهذا هذا المهرجان بإذن الله كانت الطبعة الأولى في قصر الثقافة برعاية وزارة الثقافة وتحت الرعاية السامية لوزير السياحة والصناعة التقليدية. والآن إن شاء الله في الأسبوع الأول من شهر مارس بإذن الله، إن شاء الله 5 مارس بإذن الله في مصر في القاهرة بإذن الله. راح يكونوا مصممين جزائريين، يعني إيفانمون جزائري 100%. حتى راح يروحوا معنا فنانين معروفين، ومفاجأة إن شاء الله من الجزائر بحضور فنانين مصريين من ألمع النجوم المصريين. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. إن شاء الله. ثم نحب نسألها واحد سؤال، لازم تكوني صريحة معنا. علاش علاش لا توجد شراكه ولا تعاون بين هاد الستيليست هذوما؟ علاش يعني التنافس تاعكم من ذاك رحت لحياتكم الشخصيه، ما تفهميش مع هذا، ما تحبيش هذا، علاش ما كاش تعاون؟ ربما انت تبدعي هي تبدا وتمدونا حاجه شابه للجزائر. شوف، نصارحك على زوج حوايج. الحاجه الاولى مثلا كيما هذا مهرجان لباس تقليدي، انا كنت حابه يكونوا فيه كيما يقولوها كل مره واحد من المصممين اللي ديجا عنده اسم، اللي ديجا برز نفسه ولاتوش تاعو خدمته. ف حنا هنا يقول لك نو، انا ما نكونش مع مبتدئين، راك فاهم. انا تلقيت هجوم من عند زملاء يعني، وهضروها لي هكا يعني معايا فاس فاس، قالوا لي عندك كوراج كبير انك تجيبي منافسينك في مهرجان تاعك. يعني كان دي ستيليست اللي قالوا هكذا، ما نتعاملوش مع مبتدئين. ما نتعاملوش مع مبتدئين، يعني هذا الستيليست ما كانش هو مبتدئ، كل شيء يبدا صغير ويكبر. انا هذا بدا كبير ديالك. انا بالنسبه لي ما عندوش ثقه في نفسه، انا عندي ثقه في نفسي الحمد لله. جبت 22 مصمم ازياء من كل ولايه في الوطن، 48 ولايه، من قلمه، من الجلفه، من بارتو. وكانت يعني الحمد لله كل الناس بشهاده كل الناس انه المهرجان كان ناجح. وثاني كانوا مصممين مبدعين مبتدئين، لكن صدقني كاينين اللي جاوني بروفيسيونيل قعدوا مبهورين في هذوك لي توش تاعهم ولي كرياسيون تاعهم. حبيتي انك ربما تعطي فرصه لكل المدن الداخليه انها تكون حاضره باللباس تاعها. حبيت نعطي فرصه للمدن الداخليه، حبيت نعطي فرصه للمصممين اللي راهم ماهمش تحت المجهر وماهمش تحت الاضواء. الساحه تاع المصممين الازياء ماشي محكومه او كما يقولوها في سيركل تاع اربع عباد او خمسه، اللي رانا حنا انا وحده من الناس. كل عيد انا اللي يتصلوا بيا في التلفزيونات في رمضان، علاه كني مصمم من ازياء. كاين ثاني مصمم ازياء يعني مشهور، قال لي انت ما كيش رايحه تلبسي الفنانين العرب اللي جايبه، مثلا ريم البارودي، شيرين النجمي. قلت له نو، مانيش انا حنلبسهم، صدقوني ما امنيش. باقي انسيستي، قلت له والله ماني انا، راح نمد فرصه للمشاركين لاول مره يديروا ديفيلي دموب هما اللي لبسوا الفنانين اللي جاوا. هل هذا ربما من طيبه قلب حفيظه، او لانه حفيظه ربما لما كانت مبتدئه عانت من هذا الامر باش لحقت؟ وي هذه هي صح سميه، يعني
ماشي بالسهل. انا ودرك ثاني نقول لهاد المصممين نقول لهم انتم اوموا صح ما عندكش بصح تلمي تلمي باه ديري هذوك لي فري دو بارتيسيباسيون باسكو حاجه ما هي تجي سهل. انا في وقتي كانوا دو ولا تخوا ستيليست في الساحه وانا طلعت جديده من قسنطينه كنت صغيره بديت نبدع ونحط في الفيسبوك كانوا مصممين معروفين وعندهم اسماء عديو في التلفزيون بلبستي وينسبوا عليهم انا نخدم معاهم شخصيا ونبيعها لهم ويبيعوها بثمن باهظ على واش خدمت انا. يعني عندي ذكريات اللي كان صح ذكريات اليمه يعني اليمه صدقوني. ما نقول لك حاجه لولا ذيك معليش الضيفه انا تدري في دموع مالي قاعده معنا هي يبكي يبكي لازم نفكر نحبكم كامل نحبك كامل الضيوف تاعنا ربي يخليك. شوفي لولا هذوك لي مومون ديفيسيل ما راكيش اليوم هنا. هذه ماكيش ناجحه الفشل يعلم النجاح وكل حاجه تبدا صغيره وتكبر. هذه حاجه مليحه انها ربما فكرت في المدن الداخليه انه صفوان في كل المجالات المدن الداخليه نلقاوها شغل وكانه نقدروا نقولوا محقوره. هي ربما جات من قسنطينه وحبت يعني مدينه ماشي نقولوا الجزائر ماشي فقط الجزائر العاصمه هناك وأتاحت الفرصة للجميع. وأتاحت الفرصة للجميع. أنا كي جيت هنا يعني وشفت السوق هنا في العاصمة وشفت صعيبة. قلت باللي صح صعيبة وبدايتي كانت صح صعيبة. أنا حتى لدرك كي عود نهضر مع المصممين. قوليها شوية هكا باختصار شو وقتيني باش نعرف. أنا موجدة غير شخصية مش شخصية. أي ومن بعد كي وصلت هنا شفت السوق كيفاش صعيبة شفت حتى يعني لي بخي. تلقي حاجه تافهه موديل قديم البخي تاعو بزاف طالع منه. بديت انا والزوج تاعي هو كان في الاول كان رافض ومن بعد بما انه كان رافض العمل تاعي يعني بعد الزواج قال لك تولي ربه منزليتو وبعد كي لقى العمل تاعي سي رساله ما ماشي ومن بعد شجعني بالعكس كي شاف نجاحاتي هو اللي درك مورايا هو اللي مورايا والحمد لله يعني هاني وصلت وناني هاني معكم. ربما بالدعم المادي تاع الزوج ديالك نقدروا نقولوا انه والله معنوي ما معنوي اكثر من انه مادي معنوي 100%. لكن الابداع لازم يكون الكوتي مادي معاه. وي كيما الابداع وحده ما يقدر. صدقني دركا باه ندير كوليكسيون ديباسي لي 200 مليون نجوزها في لا تيليفزيون ويلبسوها لي كالكو زارتيست ولا كالكو ستار سي بون تحرق الموديل تحرقت لا توني تروح تحطها في الخزانه. فهمني وانا مانيش من الناس انا كل حاجه نصممها عزيزه عليا مانيش من الناس اللي ندير سولد ندير فان داني بلاك فرايداي تو انا مانيش هكا الوغ سي بوغ سا درك بدايتي باه انت تخسر انت مبتدئ تعرف شنو انت مبتدئ يعني راك دير في لي كرياسيون في اولى خطواتك في هذا المجال مازال السوق ما عندكش مازال ما عندكش البيع والشراء دير يلبسولك منها خبي دير تلقى قداش القطعه عندك بدون لكن كي تبقى صابر وتبقى ما تيأسش ما تيأسش مع اني ما صبتش اللي عاوني حفيده جوست يوم اكيد غير تقولي ما صبتش اللي عاوني ما صبتش اللي عاوني. حبيت نتكلم على لي ستيليست الاخرين اسكو كان دي ستيليست نقدروا عليهم كي سون نارسيسيك فيهم نرجسيه يحبوا غير روحتيهم يحبوا غير هما اللي ينجحوا يحبوا غير هما اللي بانوا ما يحبوش يمدوا فرصه للاخرين ما يحبوش يمدوا فرصه للمبتدئين. كاين هاد الشريحه هاد اللي معاكم في المكتب كاين كاين ومعروف عليهم تقدر تسيتي لنا كالكون ولا ما تسيتيناش ما فيهم لا ما تسلوهاش امبوسيبل لكن معروفين معروفين حتى المبتدئين يتصلوا بهم قبلي بدا يعيطوا لي كي لقاوني نرجع لهم يقولوا لي بيزاغ انت كيفاش رجع وصدقوني كيفاش رجعتي لنا انت يا كيفاش هدرتي معنا يقول يا شكرا محمد حافظه كيفاش نقول لهم الرزق على ربي هذه وحده زوج لازم واحد يحمل الرساله والشعله كيما انا ديتها اللي قبلي تجي لي تديها لي ابا على نكون ضدها على ما نكونش معاها. الحمد لله انا في هذا المهرجان صدقوني يعني كاينين مصممين ازياء كيما كاينه وحده من الجلفه نهار شافتني تبكي نهار نجحت تبكي بالدموع خليتها لبست اكبر الفنانين يلبسوا نايلي تجيك ايناس عز الدين بطله في عرب ايدل جيت لبست نايلي وغنات سيغسان بالنايلي ان شاء الله على القريب في القريب العاجل يجوز المهرجان في شروق تي في ويشوفوه. شيرين النجمي ثاني تلبس القفطان الجزائري وتلبس الشاوي في التكريم تاعها تاع وحده تكون في الدار تخيط تلقى روحها ملبسه ستار تشوفها في لا تيليفزيون. حفيده حبيت نسقسيك انا حبيت نعاود نرجعك لاولى خطواتك في هذا المجال ما دامتك تقولي عانيت الامرين عانيت الامر تاع كيفاش كانت البدايه تاعك وعانيتي كيفاش كانوا يتعاملوا معك الناس في اولى خطوات ديالك كي تقولي بلي كاين الناس اللي ما قدروش يعاونوك ولا ما حبوش يعاونوك مي باغ كونت كاين بالمقابل الناس اللي عاونوك
حكينا على هذا تقدر تسيتينا بالك انه اللي عاونك واللي بال يعني الفضل تاعو هو اللي يعني كما يقولوا حطيتي الاسم ديالك في الساحه الفنيه. شوف في مجال عندك الازياء. عندك هي صحفيه معروفه منى العواد. يعني خيرها كان عليا يعني بدايه تاعي كانت معاها، شافت الموهبه تاعي باغ فيسبوك، اتصلت بيا جوزتني في 10 دقائق من حصتها، بعدها دارت لي حصه سبيسياليه، بعدها ثاني طلبوني المشاهدين زاد تفوتتني وبداوا بدايتي من هذا الامر. ومن بعد ولاو يقولوا ان الاعلام هو اللي خدم حفيظه. ايه ومن بعد ولاو الفنانين يطلبوني بالاسم، يعني كما الفنانه فيزيات قرتي ثاني نوجه لها الف تحيه، كانت تتصل بيا ندى الريحان، بزاف فنانين الحمد لله يعني من المع النجوم الجزائريين، كنت من الاوائل اللي كانوا يلبسوا غير من عندي الحمد لله. انت رحتي لي البدايه، انا حبيت البدايه تاع كيفاش اكتشفتي الانامل الذهبيه تاعك اللي راكي تصممي بها الازياء. لا انا هذه من 17 سنه في عمري، موهبه من عند ربي سبحانه، قبل القرايه قبل دراسه قبل اي حاجه. يعني انا وحاجه ثاني صفوان اللي ماشي غير في اللباس التقليدي الجزائري، انا حتى في المودرن. انا كنت في الدار نخدم اللباس التقليدي الجزائري، العرايس في قسم تاعنا معروفين العرايس، حنا العروسه عندنا تلبس ما تهضريش ما تهضريش دوك بدي يديروا لنا حكايه تاع القلب اللوز حنا تلبس حنا شويه نلبسوا بزاف ثقيل، حنا كيما العروسات تصدر سبع قنادر، سبع قنادر قندوره سي الجبه كيفاش ثقيله. مشاهدينا الكرام اي تهضر بحسن النيه، اي تهضر بحسن النيه، راهي تهضر بحسن النيه. تعالوا نديروا لنا ثاني بوليميك واحد اخر. الو 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 مساء الخير. الو الو مساء النور. الو انا نسمعوا فيك الاخت تكلمي. جبل ربي دايره لا سيست ولا راهي تسمع فينا من لا تيليفزيون وحده مزوج. الو الو مساء الخير. مساء النور. ربما قطعت المكالمة أمير. قطعت المكالمة للأسف، حتى أنه أنا أول اتصال ديون صفوان نتفائل به، لكن مازلنا متواصلين. نعاودوا نقولوا للحفيظة قالت لك لا لا التلفزيون هذه اللي عيطتنا سي بوغ. لا ما خلعت باسكو الحفيظة بدات تهضر على القندورة تقول لك تزيد تجبد جوج خلينا من جوج مازال ثاني مازال في اكيد. هو عادات يعني كل بلد كل ولايه من ولايات الوطن عندها عاداتها الخاصه بها، لكن انا ولايه قسنطينه بما انه اهل زوجي من ولايه قسنطينه، لما قلت حتى جوزولوز لما علقتي عليها انا واحده من الناس كنت قلت لك باللي هذه العادات حقيقه ان قسنطينيين يديروا جوزولوز، وراكي تقولي انه حتى القندوره شغل ثقيله في ولايه قسنطينه. وعدهم هذيك واش ما اللي يعيطوا لها هذيك اللي لبسوها؟ محزمه محزمه لها دب شرط اللي دير 200 مليون هذيك هذيك انا ما نقدر لهاش لا حول ولا قوه. شرط لكل عائله هذيك انا ما نقدر لهاش العروس ديالو لا 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 في الحنا ديما تحط عليه سبيله ما نقدر لهاش انا ولا مقياس ولا بنحاس لازم بدها لازم بدها قلنا كوكوم حدايد الحدايد الشدايد لا لا قولي له كوكو ما نخدموش نديروا النحات في الدار. اي مازال تقولي الحدايد الشدايد ما يعرف يدور عليك. بون تتكلم بحسن النيه ضيقت انا قلبها كبير قلبها واسع. هي سبونتاني بزاف تقاليد تربيت عليهم صفوان. هاني درك هنا في العاصمه نروح العرس نروح كيما هنا ماشي درك انا على بالي باللي العرس لابسين فيه دي كافتون ولا دي زونسومبل سواغي ولا غوب وانا ندخل لهم بالقندوره والسخاب والمحزمه والتاج نو يعني لكل مقال مقال. احنا عندنا الفضول مادام انت قسنطينيه ابنه المدينه هذه في العرس تاعك شراو لك المحزمه ولا لا؟ وي لازم صفوان انا ما نقول لك لازم انا حسبت لي غير لازم عندي وحده احنا لازم شحال عادات ما كل واحد ومقدره ما نقدرش نهضر هكذا صفوان نقول لي بخير لا لا هضري نورمال الفضول لا خويا لا لا قولوا تزوخ شحال ديال ما تقولوش تما تقدر تشري ابارتمون نورمال 400 مليون 200 مليون لا لا ماشي 400 يلا حفيظ الله عاود نولوا موضوعنا الان على القندوره وين شفناك انت مازال كي في التخصص ديالك مازال كي تحب القندوره مازال كي تبدعي فيها واش نقدروا نقولوا ربما ولا الفرق خطينا يعني تحدثنا على البدايه تحدثنا المهرجان اكيد راح نزيدوا نعاودوا نتحدثوا عليه بالتفصيل لكن عاودوا نولوا للقندوره القندوره قسنطينيه يعني كما يقولوا همه وشان كيفها كما اي لباس يمثل ولايه من ولايات الوطن ما بين القندوره القديمه
والقندوره اللي راهي الان، واش تقدري؟ شوفي سميه، انا في تصاميمي ما نغيرش بزاف القندوره، يعني بكل احترامي لكل زملائي اللي هم غيروا فيها وردوا الظهر ولا مكشوف، ردوا لاتخان، ردوا انا هي ديجا باش نوضحوا لصفوان، المحزمة يديروها لانها هي تتلبس اصلا عريضه هكذا حفيظه والمحزمة هي اللي تشدها، لازم تشدها بالذهب. ديجا القندوره القسنطينيه سوا تلبسيها وانت عروسه في لاطاي تاعك 38 ولا من بعد ما تولي بالحفضان لاطاي تاعك 52 نفس القندوره تلبسها. انا اللي زوجتي المستقبل يقول لها اون بو ايفيتي سا، نقدروا ما نديروهاش كامل هذه. انا ما نديهاش قسنطينيه باسكو ما تقبلش. ما يمدوليش قسنطينه؟ لا لا امبوسيبل. راكي تصرحي على المباشر انه لو كان انا نخطب قسنطينه ما يمدوليش، تسمى لازم هذا التريك هذا. خاصك باسك على زوجك اليوم. لا لا اني خايفه. لا لا والله درك نو، كل واحد ومقدوره درك. المهم لازم نحنا عادة في الشرق الجزائري في تحياتنا لكل القسنطينيين، تحياتنا لكل القسنطينيين. قلت لك القندورة أنا درك ما نبدلش فيها بزاف، نبدل في ليكولاغ، في تكنيك دو ترافاي، في المواد الخام اللي نخدم بهم وي، مي باه ندير لها شونجمون راديكال نو. ديجا الشونجمون هذا اللي يديروه تلبسوا تخسر دراهم عليه العروسة، تلبسوا نهار التصديرة كي تفوت تولي اون دام، الراجل يكون يعني محافظ، من بعد تولي ما تقدرش تلبسها، علاه نرميها؟ نديرها مكشوف ظهرها مثلا، ومن بعد نلبسها في التصديره، ندير فيها كالك فوتو سانتخي، من بعد سمان ولا تولي اونسيت ما تقدرش تلبسها. ميم لي كولوغ ديما ننصح بلي كولوغ اللي ما يموتوش. لو ترافاي تاني الفتله، انا معروف عليا فتله الاما، معروف عليا في العاصمه بلي نخدم فتله باليد، فتله حره الاما، ما نخدمش فتله تاع لا ماشين. هادو الامور هادو يعني انا بالنسبه ليا اساسيات، ف ما نقدروش نغيروهم. سمية ربما عندنا اتصال ثاني. اكيد. الو الو مساء النور. مساء الخير خويا. لاباس الاخت كي مليحه؟ الله لاباس الحمد لله. الحمد لله. فكرينا بك في الاسم الكريم تاعك ومن صابرينا من ولايه ميله. ما شاء الله عليك، لاباس؟ الحمد لله. رانا اكيد سمعي واش رانا نهضروا، الحوار راه شيق على العريس والعروسه والازياء ايه عجبني الحوار، حبيت نشارك مع الاخت تعجبني حفيظه التصاميم تاعها. اتكلمي معايا عليك الخط. شخصي هبك على فاميلي لاش كيديروا تاني المحزمه ميلا كي جارتنا ميلا وقسنطينه سي واحد. ايه قرب بزاف لبعضنا، ما نبدلوش العادات. يعني العادات يعني نفس العادات، التصديره، القنادر. نحبك كيما تجوزي في حصن، نحب نشوفك. يا عمري ربي يخليك حبيبتي، ربي يسترك. تحبي التصاميم تاعها لانها متخصصه في القندوره ولا واش تحبي بالضبط سيداتي؟ تصاميمها كاع روعه. تصاميمها روعه. سيداتي الكريمه، نقصي فقط من جهاز التلفاز هكذا باش تقدري تسمعينا. تسمعينا من التليفون اكزاكتومون. نتمنى لها العمل المليح، نتمنى لها الخير، نتمنى لها كلش. ربي يخليك. راهي تسمع فيها. يعطيك الخط. سي سيفروك تكلمي معاها. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. والله الفرحة تاعي والتشجيع تاعكم أني ندير الحوايج اللي يفرحوكم، ويعني بكم راني هنا، بكم أنا حافظة بريكي، بلا بكم أنا ما كانش. ربي يخليك. نتمناك ربي يوفقك في العمل تاعك. ربي يسترك حنونة، والله فرحت بهذا الاتصال، فرحت بزاف لأنه. المزيد إن شاء الله. ربي يخليك، لأنه ولاية ميلا نحبها بزاف. والله يبارك ناسها بكل ما شاء الله، وكل الشرق الجزائري ربي يخليكم ان شاء الله. ان شاء الله نتمنىك التوفيق تاعي بسلامه، يعطيكم الصحه على هذا. شكرا لك سيدتي على هذا الاتصال، امسيه سعيده. حوارنا مازال صفوان مع حفيظه، حوار شيق وانا ما قدرت لكمش على كل حال. مي بون، نتكلموا على لو ستيل تاعك. حبيت نتكلم، انا عندي واحد الملاحظه، علاش يعني المصمم الجزائري او المصممه الجزائريه اسمها مربوط بالالبسه التقليديه، على غرار يعني كيما نشوفوا في البلدان الغرب، لي مارك تاع مارك جاكوب، يف سان لوران، كوكو شانيل، هما هاد لي ستيليست هذوما يروحوا للموضه كيما يقولوا يديروا دي ستيل يعني كي سون ستيلي. انتوما تتخصصوا غير في الملابس التقليديه، علاش؟ صراحه احنا لواش نخدموا باه نلقاو مقابل. وي المقابل احنا مع العرايس، خدمتنا مع العرايس. نديرو درك ندير لك انايا دي توني، واش نقول لك هكا كيما راك تقول، لي كرياسيون هادو انا نحبهم بزاف، حتى الطاقه تاعي فيهم نتعامل بها يوميا مع زوجي وخاوتي. نحب نلبسهم لي ستيل هادو، نخرج انا اللي نروح لي ماغازان مهبوله بالستيل هذا لي طوندونس اكزاكتومون، سورتو اوم
انا نميل بزاف للام كل مساء تاكد عليه الزوج تاعي. الزوج تاعي درت له عقده كي يخرج بما انه محامي لازم لا سينتور كيما الكارطابل كيما يبدلش الكارطابل نقول له ماشي خارج لا يقول لي مش هاد للدرجه نقول له لا انت زوج ستيليست لازمني نبدا بك انت اكيد هو ربما كيما نقولوا الوجه ديالك يشوفه انا شفتي روحي على بالك لا لا ما شاء الله عليك صفوة على كل حال متابعتني في الفيسبوك انستغرام واش رايك زميلي عليك ما شاء الله عليك خويا قلت لك وحنايا درك نخدموا مع العرايس باسكو سوقنا سوق تاع العرايس ربما حتى هما حفيظه ما عندهمش التقاليد اللي عندنا احنا ما عندهمش كل هاد الانواع ربما من كيما القندوره البلوزه ما عندهمش ربما احنا عندنا تراث يعني لاننا نرسخوه في عقول اولادنا واحفادنا وما حبيناش نفرطوا فيه يعني مازالوا الابداع متواصل وقيم وغالي وعزيز علينا ودركا غوب دو سواري نخيطها تلبسها مره زوج صفوان وترميها لافام وتلب دير جبه غاليه وباهظه الثمن كان حتى جبه مرشوقه باللويز بالذهب ولا بالجوهر ولا كيما درك عندنا ندخلوا احجار الكريمه سواروفسكي الكريستو المرجان العقيق تبقى لك افي تعاود تلبسها كل عرس تجبدها تبان فخم تبان انيق تبان فلهذا نميلوا بزاف للتراديسيونال. انا عندي ملاحظه انا نقول لك باللي توسكي سامبلي بو الاناقه ماشي زعما بلا مارك ولا الاناقه سي سافوار كومون زعما سافي هذه تقدر ربما نقدروا نختاريو اشياء بسيطه وكي تكون يعني ماشي اكسبنسيف كما يقولوا نقدروا نشروها حتى في الشوارع حتى في الرواق على الارصفه وكي يكون عندك الذوق تقدر تكون انيق يعني الاناقه الجامي نميزوها بالثمن الباهظ كاينين دي مارك كيما اللي ذكرتهم كاينين دي تيني ما يتلبسوش تحت اكزاكتومون وكاينين دي مارك ماشي معروفين وتلقى يعني حاجه عندهم سامبل وملبوسه. يلا عندنا اتصال من ولايه البويره ربما هي الزميله لا في اللميس الو الو مساء النور. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكم؟ الحمد لله وانت واش راكي؟ كي تعيطونا احنا نقولوا لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي صافي بليزير كي تكونوا انتم ملاح حنا نفرحوا كي نشوفوا الضحك على وجوهكم حنا نضحكوا. شكرا حنا نضحكوا بكم باتصالاتكم تفاعلكم معنا في كل مره. ربما حضرتي معنا من الاول وعلى بالك اليوم راهي حاضره معنا حفيظه بريكي مصممه الازياء. بيان سور حضرت هذه الحصه سورتو ما نعرفهاش بصح حبيتها من هذه الحصه والله. حبيتها من اليوم هي انسانة محبوبة تخليها لي تخليها. من المتابعين يعني انا صغيرة في العمر وحبيت نحكي في هذا الاتصال برك ما عندي حتى علاقة في هذه الأشياء. يلا مادام كي صغيرة شرفتينا كما قال صفوان ومادام كي صغيرة راح تكوني إن شاء الله في المستقبل عروس ويعني راح تجوزي على هذا الطريق. إن شاء الله إن شاء الله حنا إن شاء الله نقويها بتتميم دراسة تاعها إن شاء الله وربي يوفقها. أكيد تقولي لي متزوجة لا؟ نعم يعني مريت على هذا الطريق ماشي صغيره يعني مريت بهذا الطريق راني عيطت قالت لك علي مريت بهذا الطريق راني عيطت الله يبارك واش رايك سيدتي ربما سؤالنا على الالبسه التقليديه القديمه يعني الستيل اللي كانوا يخيطوه بكري والستيل اللي راهو دوكا اللي يعني نقدروا نقولوا انه بدلوا زي التقليدي يعني ضربه واحده بوغتو انا راني قلت لك عندي غير 19 في العمر الله يبارك مانيش من كيما نقولوا المناطق تاع قسنطينه وهذا الشيء وانما نتبع هذا الصوالح نبغي ديجا انا كي تزوجت بغيت اني ندير ان تشيني هكا تقليديه ديجا كي شريت حاجه قالت لي ماما شري حاجه خليها عندك شريت لي كوفطون شريت القفطان. بالبركه عليك كل شيء مبروك. قالت لي ما تشريش حاجه هكا كي انا صغيره كنت حابه ندير دي ستيل هكا مودرن حاجه جديده حاجه زعما تعدى الوقت مي قالت لي لا لا حاجه خليها تبقى لك مش تبقى لك هذا واش كنا نقولوا احنا نقول لك معليش حفيظه بريكي راهي حاضره بتصاميمها الرائعه تقدر يعني في المستقبل ان شاء الله تزيد كشعف سالمسه من لمساتها. احنا نقولها ما تزقيش ريحي معنا مازالنا متواصلين بون كوراج ان شاء الله عليها في حياتها ما شاء الله ما شاء الله من يعني من شخصيتها عجبتني خلاص ربي يخليك حبيبتي ربي يسترك وربي يكمل لك للمستقبل يعني ربي يخليك تعيشي قدوه يعني شخصية على التقاليد تاعهم اللي دارتهم في العرس تاعها شفتي طريقه كلامها برك يعني ما شاء الله ربي يخليك حبيت نسقسيك لبستي الكابيل وي انا في البويره يعني من تقاليدنا هي كابيل لبستي الكابيل يعني ماشي غير كافطون يعني لبستي نقول لك انتيني باقي عندي يعني في هكا في داري كوفطون باقي عندي قفطان
بصحة ولهنا، وإن شاء الله حبيبتي أنا مديرة كونكور في الانستغرام تفوزي بحاجة لباس من ألبستي التقليدية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله حنونة. إن شاء الله. شكرا لك سيدتي على هذا الاتصال. عندك إهداءات؟ ما عندي حتى اهداء، اهداء ليكم ان شاء الله. شكرا لك. يلا احنا كذلك نوجه لك ما تزعفيش بكريحي معنا، مازلنا متواصلين لغايه الخميس مساء ان شاء الله. بيان سير. شكرا صفوان، شكرا لكم الكل. شكرا الله يفرحك. ميرسي. اتكلم على اللباس التقليدي وانا اباك كي درتوا انتم الحفله تاع الامازيغ استقسم الغاز ما كنتش انا لانه انا قبائلي وكنت حاب نجيكم بالبرنوس القبائل. الله غير صح معليش. الان مازال متواصلين، يرفع على مسامعنا الان صوت اذان الحق، صوت اذان العصر، ونعود مشاهدينا الكرام. حان انا وليت معاك تعاودوا ما هو الفوني قالوا لي تنيتي منه ما كاش منها قلت لهم ما كاينش معليش. انا عاود وليت لكم وانا نشكر كل الاشخاص اللي اتصلوا بيا وتواصلوا معايا. دونك مازال متواصلين، نفكركم فقط في الرقم التفاعلي تاعنا 023 793 64. المهم حفظتوا سيبو. دونك هي معنا مصممة رائعة حفيظة بريك سرقتيها لي الهضرة هذه معليش. منورتنا احنا نسقها لك. نسى يشكروا بعضا خرج لي يشكروا بعضا. كيف راح تشكرني؟ هاي قدمني صاحبة القلب الطيب وصاحبة الابتسامة العريضة وصاحب شفتي كيف؟ شفتي قدمني أكثر. معليش أنت ضيفتنا ومنورتنا في البلاطو. كنا نحكوا على الزي التقليدي وين صفوان قال لك ربما علاش ما نشوفوش للمصممين ديالنا في ربما تصاميم مؤخرة يعني كباقي المصممين، لكن ربما نشوفوا حاجه جديده اللي رانا نشوفوها خاصه انت ربما راكي محتكه بالعرائس محتكه بالاعراس. نشوفوا حتى يعني الزوج حتى الراجل ولا يحب يعني يلبس الزي التقليدي ونشوف لهم بلي فيست يتصدروا مع العرائس ديالهم. احكي لي على هذه النقطه. دغنيغمون صح ولات لا توندونس الراجل يلبس مع العروسه سورتو في الحنه كي تحني هي بالقطيفه يلبس هو فيست فلوغ مخدومه بالميم ترافاي اللي مخدوم بها. حفيظه شوفي مازالنا متواصلين، الله غالب حنكوفيو لك الهضره باسكو برنامجنا برنامج تفاعلي وعندنا اتصال. اتصال منين؟ تيفازا. من تيفازا؟ الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام اختك مليحه لاباس؟ لاباس الحمد لله. الاخ صفوان انت بخير؟ الله الحمد لله. فين ما قالوا لي ما توحشتونيش، قالوا لي تعودتوا على سميه طلع وحدها في برنامجكم. قالوا لي ما توحشتونيش، تعودتوا على طلع عليكم سميه وحدها في البرنامج. صباحكم لا والله الحمد لله. الحمد لله انتم كيفكم؟ الحمد لله يا ربي. سمية كي بخير؟ والله غير الحمد لله. وانت واش رايكي واش مداركم؟ ناس تيفازا الله يعيشك صافا الحمد لله. الحوت كي قلتي فازا قل بوهار ونقول الحوت هذاك من غير على كرشو قال لك تيفازا والحوت. اه وي ونعم اش قلت لك؟ قلت لك يخمم غير على كرشو كي قلتي تيفازا تفكر الحوت فكرت بوهار والحوت فري. لاباس سيدتي الكريمة لكن تشوفي صافي لازم احنا كل ويكاند نكونوا تما في تيفازا عندكم ما شاء الله عليكم تقاليدكم وعاداتكم انتم كذلك والزي التقليدي دائما حاضر في ولايه تيفازا. راح حاضره معنا المصممه الرائعه حفيظه. ربما نحبوا انه لما يكونوا متصلين تكون معنا مصممه خاصه لما نشوفوا نساء هما اللي يحبوا العفسه هذه. كلهم خط مباشره مع الضيفه. تفضلي حضره تقدري تتحدثي مع حفيظه. صباحك مليحه. صباح الحمد لله. وانت راكي مليحه؟ صباح والله الحمد لله يا ربي. كاش بايله كاش سابين؟ اه بالباس نضربوا في الطون. اه تخي بيان. انا نجي لتيفازا في الويكاند على جال بايله. ديما في البوغ. ويكاند اللي حبيتي تجي تشوفيني روحي للبورت تاع تيفازا سيفين. وقتاش؟ وقتاش؟ والله ويكاند سا ديبون دي فوا بالجمعه دي فوا في الليل بصح نروح في الليل انا في الفان جورني. خلي لي غير الانستغرام تاعك باش نتواصل معك. هذا الانستغرام تاعي معروف حافظه بريكي سيغتا كوتور. ادخلي تواصلي راني نرد على كل الرسائل ما عنديش مشكل. ان شاء الله يا ربي. تشرفت بك حنونه. يسلمك تعيشي. نحكي شويه على الزي ربما التقليدي الخاص بولايه تيفازا، اسكو كاين يعني زي خاص بولايه تيفازا؟ وي كاين. احنا عندنا تقليدي متنوع، عندنا قبايلي، عندنا كيف يقولوا لها نسيتها، دائما ننساها هذه. يلا تفكر. نسيتها ولا غير نسيتها. تفكرها حافظه تساعديها. شفت في تيفازا كي بعثوا لي المراسلين تاعني الاخت يبعثوا لي تحبوا الشبيكه تحبوا.
اه شفت لاحظت بلي بزاف تميلوا للشبيكه على الحرير لفتوا ايه عندنا كراك وثاني لازم الكراك وتلبسوه وي سورتو فتله رماركيت تلبسوه فتله بزاف انا شاويه نلبس ثاني الشاوي الله يبارك الله كاين اللباس لباس الصيفي ثاني نلبسوه انا يا في العائله تاعنا متزوجه لا مازال مخطوبه يا ولبستهم كامل ربي يكملك واش خليت لك الصفان قولوا الصفان المحد ما ثاني يديروها صحاب الصيف اها لا كي زدتي نحيتي له ثلاث انا ثلاث ولايات كيخوفوا فينا وشنو حنا نديروها العائله تاعنا يعني مالي العروسه هما اللي يديروا المحد ماشي يعني مليح خلاص. ثمانية ثلاث ولايات عملتوا رجعتوا لي ولاية واحدة. هكذا نخطبوا على مباشر صفوان. نشوفوا كاش واحدة من العائلة اللي عندها المحزمة باسكو عنده مشكل المحزمة صفوان. القبائل خويا ما يشر طوال ولا حول ولا قوة القبائل غيان دغيا لهنا. الله يبارك. معليش. على كلنا جزائريين من قصر. بس التقليدي تاعنا. شيء جميل ربما الحاجه اللي تميز بها الجزائر انه هناك العديد يعني من المناطق اللي تتمتع باللباس وكل لباس يمثل منطقه معينه. وي صح. يلا حكينا الحصه ديالنا تبعيها. وي تبعها دائما وعيطت ديجا السمانه اللي فاتت وخلصوا لي دي زينيتي دوماج كانت واسمها المنشطه اللي معاكم. منى الغربي منى الغضاب. فوالا هذوك زوج والله غالب. أني حكمتكم اليوم اكتب لي ربي يسمع صوتكم يلا لينا الحظ انه سمعتي الجروب الاخر وانا اللي محظوظه كي قعدت انا عيطت حكمتي ماشي تعيشي ربي معاكم ان شاء الله وادعوا لماما ان شاء الله ربي يشافيها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ندعو لها بالشفاء العاجل تعيط لكم وما تحكمكمش الله غالب وربي معاكم ان شاء الله شكرا. من هذا المنبر ندعو لها بالشفاء العاجل ان شاء الله اكيد ندعو كل المشاهدين صفوان اللي راهم يشوفوا فينا يدعوا لها ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله نشكركم نحبكم بزاف احنا كذلك نحبنا عليها سلمينا عليها بزاف البركه تاعنا قولها هي ثاني تدعي لنا ان شاء الله باذن الله تعالى شكرا لك سيدتي على هذا الاتصال بقي وفيه دائما لنا البرنامج شكرا يا سعيد صحه سلامه سميه نقولك واحد الحاجه برك الضيفة تاعنا غير القلب اللوز اللوز الجوز انا نقولكم على هذاك انا نعطيك معلومة البقلاوة بالجوز لا فايلا في تي فازا شوفي انا يا سمحي لي نخلي سمية تدير لك قهوة ما عندنا ني جوز ني لوز ما نخافش انا وين سمية مديها قسمطيني راح تشربي اما راح تشربي قهوة ساك هكذاك سكروا ما عندناش باقي ما نخافش على روحي عندها قلت لك قسمطيني كاين صافيك ما تخافش على روحها لكن عفسه اللي نقولها لك حبيت كنت راح احب نقطع لك كلامك انه حفيظة بريكي راهي حامل يعني يعذروها المشاهدين ربما راهي في مرحلة وحمل الجوز واللوز لازم ثاني نراعوا شعور المرأة حامل ما لا شوف نقول لكم حاجة صدقوني من هذا المنبر بلي راني ما ناكلش الحلويات تاع الجوز واللوز تاكلي غير لابايلا نو لابايلا ياكلها الزوج تاعي ما ناكلش ما ناكلش اي حاجة تمشي في الماء مكسرات ثاني ما ناكلش ناكل لي جاتو ساك سابلي كروكي هادو هما اللي نحبهم مقرو تاع الكوشة والله صدقوني لكن نحب نطيب هاد الامور نحب نطيب وتشربي قهوة ماشي كرهت هي كانت والله حادثه صح نقفلوا هذا الموضوع يعني شكرا اللي فتحتوه هي كانت حادثه كنت في برنامج من برامج الشروق يعني ضيفه متصله قالت تعطيني لا غوسات شاف قالت لها حبيتيها جوز ولوز ولا كاوكاو انا نطقت قلت لها البقلاوه هذه حاجه مفروغ منها انها جوز ولوز بقلاوه قالوا كاوكاو قلت لهم احنا في قسنطينه ما ناكلوهاش ما ناكلوهاش تما كاوكاو ناكلوهاش جوز ولوز لكن قصدت اننا حنا في قسنطينه ما ناكلوهاش كل يوم ثاني الانسان يكون واقعي مناسبات لي مره في العام من العيد لعيد الصغير ولا في عرس والعراس ماشي كل يوم عندكم عرس في الدار سفوان خويا هذه هي الحكايه معليش حنا من هذا المنبر راح نقولوا بلي السيده حفظت كلمه بحسن نيه راح تبين لكم بلي هي انسانه متواضعه باسكو راح تجوز مع سميه وتشرب كاس قهوه قهوه بلا جوز لا لوز لا كاطو لا جوز لا كاطو لا ما تخافش تفضلي معايا سيدتي هاد الضيفه عندكم هكا لا لا تفضلي حفيظ على بالك بلي كي تكوني عندي انا نكرم شفت سفوان كنت نقول لك ما نخافش على روحي عندها فينا المقهوه لا لا ما تخافيش قهوه شوفي قهوه وحدها في الشروق لكن قهوه بالجوز واللوز نديروها في الدار ونديروها حنا صحابات وحبابات ماشي يعني ربي يخليك حنونه ربي يخليك وجوهكم خير شكرا لك ها
حفيظة من الفنانات، من الفنانات حفيظة من المصممات اللي ربما دائما عندها احتكاك مع المصممات، خاصة شحال ديري سكر؟ 3 خاصة من فئة النساء عندك، يعني كاين اللي يقولوا بزاف ولا كاين احتكاك هذاك ما بين المصممين اللي نشوفوا انه يقولوا سرقة الألبسة، يعني ربما تصميم خاص بفنان بمصمم وينسبوه الى روحهم. وكنا تحدثنا عليه من قبل وقلنا هناك شخص وحده ما نذكروش اسمها حفيظه، اسكو تاكد انت على بالك وانا على بالي شكون بلا ما نذكروا اسمها، اسكو صح تسرق ربما تصاميم الحفيظه؟ لا لا ليا انا ما سرقتش لكن سرقت الزملاء، سرقت الزملاء. صفوان عنده الفضول ماذا به يحب يسمع الاسماوات؟ لا لا هل في يعني بوسيبيتي نسمع الاسم؟ عندي زميل لي صح سرقت له، عيط لي زميلة وكريم عكروف سرقت له، يعني ماشي سرقت كوبي كولي. يعني مثلا انا نقدر نتاثر بك، مثلا نتاثر بالستيل تاعك سميه كما نقولوا يعني بحسن نية ولا من غير ما نشعر انني من ستيل تاعك نستوحي ديك كرياسيون، مي ما نكونش كوبي كولي. هي كي شغل كل جزائر اي تشوف لي توني تاع كريم عندها تسمى هادي سا سفي با، يقول لك يقول لك عنده ولا تحسد، عنده ولا تحسد، عنده ولا تحسد. نو ماشي في هاد الدومين، عنده ولا تحسد في كلش، لكن احنا في دومين احنا نحسوا التجديد، نحسوا على شخصيتك، نحسوا لمستك لا كرياسيون تاعك حاجه جديده. انا درك كي نستنى كوليكسيون من عند زميله نستنى واش راح دير، حاجه ما درتهاش، ما درتهاش انا، ما درهاش اكس اي غريك، فهمتني؟ هذه واش نقولوا لها ربما الا كانت الكاميرا امامك انا بدون ذكر اسمها، واش تقولي لها حافظه وتوجهي لها رساله؟ والله نقول لها يعني ميدان تاعنا راهو غني جدا، غني جدا، سواء من جهه الاقمشه او الخامات او حتى كنت بقاي مع نفسك هكا، حتى الى حبيتي تستوحي ما روحي للعالميه. يعني مثلا انا ديفوانج انا بزاف زميلي تاني نوجه له تحيه اللي ديما معاها على تواصل، هاني البحيري مصمم ازياء عربي وعالمي، انا دي فوا من لي توني تاعو لو طرافاي ندخل ونزومي ونشوف ماشي عيب، لكن با ندير كوبي كولي نو. هذه هي تفكر تقول لها ما ديريش كوبي كولي سا سي با نو سي بون، بقول لك اسمها انا نقول لها بقول لك ديجا سي بون، الناس بقول لك بلي راكي كوبي كولي في لي كولور في لو طرافاي في التكنيك في الرشام، بدلي شويه شويه يلا نمروا الى سؤال اخر. نعطيك 3 اسماء لرجال مصممين، نبعدوا على النساء، نروح نشوفوا 3 رجال مصممين. لا لا صفوان انا قليل بس دائما الواجد. عندنا كريم عكروف، كريم كاديك، ولا رايان الاطلس. شكون ربما المصمم اللي مخير بالنسبه لحفيظه؟ شوفي هو في التقليدي بين كاديد وعكروف، سي عكروف باسكو رايان اطلس انا ما نصنفهمش معاهم، ما نصنفوش معاهم بليتو، اللي نوجه له تحيه ثاني صديقي واخي العزيز رايان اطلس. يعني نحترمه بزاف هذا الانسان، صدقوني من هذا المنبر نوجه له تحيه وشابو با، الشيء اللي راهو يدير فيه ويقدم فيه سي ديفيرون علينا كامل. هذا انا من جهتين استعرف به. هل لانه ربما احتك ربما كان مع مصممين عرب اللي نو كي كان اسم كان ما كانش كيفهم، كان ديفيرون. كي تشوفيه معاهم تلقاه جزائري، كي تشوفيه في الجزائر تلقاه ما يعني عصرا بزاف لي توني تاعنا، مع انهم كاينين اللي ضده يقول لك اللي توني تاعو ما يتلبسوش عندنا في الجزائر، لكن هذه هي لا كرياسيون بلوس انه درك هو لا باس تاعو لي فورماسيون للناس المبتدئين تو بحرفيه جد عاليه، وهذه حاجه نحييها عليها. شوفي انه الحق المرتبه انه يقدر يكون الناس، لا الله يبارك ما شاء الله عليها. انا دي فوا يعرضني لي ديفيلي دمو تاعو نلقاه في 2 موا ولا 3 موا ماكسيموم، يعني نشوف اللي داروا عنده لي فورماسيون ويديروا لي ديفيلي لي توني تاعهم، ولا غلطه ولا غلطه، يعني هذه حاجه انجاز انا بالنسبه لي. يعني هو مميز عنده لمسه تاعو. لا لا ما عطيتنيش اسم، ما عطيتنيش اسم. كريم عكروف ولا كريم؟ كريم عكروف في التقليدي، رايان اطلس في المودرن. صافي كنحو كريم كادير. وي يلا معليش صح. من بين 3 اسماء نساء اعطيني شكون اللي ما تصلحش؟
احنا هنا قلنا شكون الخير عطيني شكون اللي ما تصلحش. مع احترامي لكل المصممات كلهم يعني تربطني بهم صداقه. امام انا يلا نبيله شباح أه؟ مليكه لوزري عبالك صعيبه ما تصلحش يعني ما تشوفيهاش انت كمصممه ما تشوفيهاش. قال لا لا ماما ما تقدري تنجمي تروحي ديري عفسه واحده اخرى ميوك راكي مصممه. روحي نبيله شباح مليكه لوزري او منوبه بون والله عندي كل بون مليكه لوزري ما يطيريونيش حوايجها لا فيغيتي مي منوبه ونبيله شباح منوبه ثاني عندها لمستها خاصه نبيله شباح لو طرافاي تاعها نشوفو قريب مني قريب من المصممين بزاف تما نحي مليكه لوزري نحو مليكة لوزري. وشكون خيرتي ما بين نبيلة ولا منوبة؟ ما عرفتك شوية يلا يلا شكون اللي خير من وحدة؟ شكون اللي خير من الأخرى؟ نبيلة أم منوبة؟ متقربين منوبة نشوف لي كرياسيون نشوف لي كرياسيون جدد ونشوف لمسة تاع واو. دابخي فو شكون تفضلي هي ولا نبيلة؟ خلاص قالت منوبة خلاص ماشي تفضيلة شوف يعني بزاف أسئلة بصح ياسر الوعد وقال لكم أكتيفي باش تساعدنا أكيد هما الأسئلة بزاف أنا لكن لما قالت انها عندي ما تخافش وهي صديقتي يعني خلاص شو انا دخلت هذاك على باسكو كي راكم اصدقاء وراكي تحكي عليها اكيد الاسئله ونحامي عليها اون بليس راهي ضيفه عندي وحاملين نتمنى لها ان شاء الله وقفه سهله يا ربي شكرا لك على حضورك كنت خفيفه كنت ما شاء الله كما دائما نشوفوك في لي بلاطو طليتي على جمهورك من خلال حصتنا كوفي تايم كان لينا الشرف ان كنت حاضره معنا النهار اليوم شرف ليا الكاميرا امامك حفيظه واش تقول لنا؟ نقول نحبكم بزاف جمهوري العزيز اللي يحبوني كامل ما ملي ينتقدوني وما يعرفونيش انا كشخص صدقوني ماني متكبره ماني متعجرفه ماني انسانه بسيطه حفيظه بريكي عاديه بسيطه ان شاء الله سناو الجديد شجعوني ودعموني على المهرجان اللي محوسه نقدمه للبلاد والعالم الجزائري يعني ماشي امور يعني وتفاهات راح نكونوا حاضرين معك ان شاء الله, الله يا ربي هذا وشكرا لكم وشكرا على هذه الدعوه صفوان كنت يعني متشرفه بلقائك كنت يا غنيه على كل يعني تعريف سميه شكرا لك انا نوجه تحيه انت نسيتي الزوج ونسيتي الكتكوت الصغير هذاك لكن انا نوجه لهم تحيه من خلال هذا الحصه ونشكرك مره اخرى حفيظه شكرا على حضورك مشاهدينا الكرام مازال متواصلين معكم بضيوف فرايحين يعاودوا يزيدوا يشرفونا في البلاطو اما الان نروحوا الى فاصل اشاري وبعدها نعاودوا نوليو لكن راهو منور لنا البلاطو مامون باشا مرحبا بك ومساء النور نشكركم ونشكركم على هذه الضيافه المزيانه الله يبارك ما شاء الله ونبارك لكم الحصه الجديده هذه انا اول مره نشوفها اول مره نحضر فيها وان شاء الله يعني مأمون باشا اللي كان اول ظهور ليه يعني في الحان وشباب لسنه 2016 في طبعتها السابعه التم يعني استطاع ان يبرز يعني الطاقه تاعو والموهبه تاعو والاداء تاعو مأمون كيفاش يعني عشت اللحظه تاعو كيفاش كانت ايام المدرسه؟ اوه وش نحكي لك يعني عوده المدرسه الحان وشباب الطبعة السابعة الله يبارك ما شاء الله أنا يعني شاركت من قبل ثلاث خطرات وما ندخلش ليكول وبعدها خدمت لها مليح ووجدت وحضرت مليح والحمد لله قنعت الأساتذة ونحيوا الأساتذة ثاني الأستاذ بالفروني والسيد قويدر بوزيان بكي البيج سليم الشاوي سامح عاقلة ونحيوهم بزاف بالمناسبة فوالا والحمد لله رضاو عليا وعجبهم الصوت تاعي كيش تعبت والحمد لله دخلت ليكول وكما نقولوا اكتشفنا حوايج بزاف يعني قلت لك منها خبرة وجد يعني الخطرات عطاتنا الحان وشباب حوايج بزاف ما كناش نعرفوهم من قبل تعلمنا مقامات عربية تعلمنا شنو هو الكاردو طون شنو كاردو نوت شنو هذيك شنو هذيك حوايج كنا ما نعرفوهم من قبل ولينا نعرفوهم والحمد لله وما زلنا نتعلموا هذه هي فرصه ربما للمواهب الشباب اللي كانوا يعني التحقوا بالمدرسه وين ما شاء الله نقولوا انه المدرسه خرجت العديد من الفنانين أكيد. اللي راهم على الساحه وين برزوا لكن العكس وشفناه معكم ربما مأمون والاخ عماد اخوك اللي شفناه يعني
وكأنكم توأم ديالك وكأنكم يعني اختفيتوا بعد ألحان وشباب، شفنا ربما كان عندكم إنتاج وبعدها اختفيتوا على الساحة الفنية. درك نبيو نصليو عليه. عليه الصلاة والسلام. أيوا درك هذه كل واحد عنده ظروفه الخاصة، ما نقدرش نتدخل في الظروف تاع خويا ولا الاخر. لكن انتم توامنوا هما توام يتفاهموا على كلش. دوكا عماد دوكا راه ليبر دوكا زوج وعنده طفله. ربي يبارك. وشغل بعد علينا شويه على العائله تاعنا، كل واحد وقت تعرف واحد كيف. ايوا ماشي كيف كيف والظروف تاعنا ثاني كي هكذا. بون دوكا انا ما كنتش متاكل على الفن بزاف على خاطرش كنت خايف على المستقبل تاعي بزاف بزاف. خدام بون نخدم موظف. في الوظيفه العمومي في السيام كما نقولوا حنا، سائق سياره. خفت به ما حبيتش نتبع الفن بزاف على خاطرش الفن هذا مش راح يعطي سيرتو في بلادنا نهدرها نورمال ما فيهاش يعني الاخر. اللي راحت له الضمانه راحت له كما نقولوا، ما كانش يعني كيفاش فهمكم. معليش انا راح نروح لك لسؤال اخر. نقول لك انه شفت على مواقع التواصل الاجتماعي وين درت شعار ودرت حمله لهذا الفنانين او المواهب الشابه اللي يستغلوهم ربما هاد المدارس او هاد المهرجانات او يستغلوا هاد ربما المواهب وين ربما يدوا دراهم عليهم. نقدروا الا قدرت نقول هكذا، هذا واش ربما فهمتوا من الحمله اللي درتها، انهم يستغلوهم يدوا دراهم ولما يخرجوا هذيك الموهبه ويكتشفوا من الموهبه ما تكونش متابعه لهذاك الفنان. شفناك وين قمت بحمله. اكيد بون دوك هذه مش الفكره تاعي انا، الفكره تاع مهدي كباسي فنان من ولايه باتنا، طالب تاع ثاني الحان وشباب طبعه ثانيه. نحييه ثاني بزاف بزاف. هو اللي كان صاحب الفكره هذه، وكي شفتو دار الفكره قنعني بالفكره تاعو لانه كاينه منها صح هذه. هذا واش راه صاري كاينه من دوك. رانا نشوفوا برامج بزاف والوان واشكال، نشوفوا برامج بزاف سيرتو ثاني مهرجانات ماشي غير في المهرجانات ثقافيه ثاني تهمل المواهب الشابه اللي خرجت يكتشفوا مواهب ومن بعد يطلعوهم ومن بعد وراهم ما كانش وينهم هذو اللي داو الجوائز وداو الدبلومات وداو الشهادات وداو منهم. ما نهضرش على روحي انا، كاين بزاف بزاف مواهب في الجزائر احنا في بلادنا وما يعطيوهمش ما يعطيوهمش فرص كما نقولوا احنا ما يعطيهم الفرص الله غالب. هذه البلاد ربما ولات نقدروا نقولوا انه المواهب لما تكتشف في الجزائر لما يكتشفوها هنا في الجزائر وتخرج من مدارس وتخرج من ربما من كيفاش حبيت نقول يعني يخرج الفنان لكن ما يبرزش هنا لازم حتى يشارك في مسابقات خارج الوطن باش يعرفوا قيمه الفنان. يقول لك هباك الفرق بين العرب والغرب هو مجرد نقطه واحده، لكن الغرب يدعمون الفشل حتى ينجح وحنا العرب نحطموا النجاح حتى يفشل. احنا يبين هل اصبحت من الضروري انه لازم الفنان لما يكون خريج لازم يروح كما نقولوا احنا يحترف بعيد. كاينه منها هذه كاينه منها كما شفنا ربما سوزينا شفنا يعني كنزات من العديد منهم. كان سولكين كان يغني هنا والو كان مجرد لا شيء. يعني برزتقتوا في اوروبا واستغلوه الان. كاين اللي شاركوا في ذا فويس، كاين اللي شاركوا في عرب ايدول، كاين اللي شاركوا في الخارج ثاني، وكاين اللي يحترف في الخارج كيما سولكين وجماعه. ما لقاوش ما عطاوهمش هنا الحظ يعني ما ساعفهمش الحظ هنا وما عطاوهمش شونس اللي حوسوا عليها هما. هربوا من البلاد صدوا من البلاد. انا واحد من الناس نصد من البلاد كوني قاعد نصد من البلاد عادي ونحترف عادي وانما نحب بلادي وجيني غير على بلادي وحبيت نريح انا نحترف انا وكل ولكن ما كانش اللي يعاونك وما كانش اللي دعمك ما كانش معليش ندعموا نسمعوا من عندك من هذا المنبر ما دينا لك يعني اتاحت لك الفرصه باش تكون حاضره معنا في برنامج كوفي تايم اللي يشوفوك المشاهدين الكرام على قناه الشروق على المباشر ويشوفوا الطريقه تاع الاداء تاعك والحنجره الذهبيه ديالك. لكن انت قلت باللي ما عطاوش، بالمقابل كاين يعني مجرد شباب عاديين استطاعوا ان يكتسحوا في هذا المجال زهر بمجرد المواقع التواصل الاجتماعي. كما نقولوا احنا كل واحد وزهره وكل واحد والجره تاعو وين راهي رايحه. دوك نفهمك دوك كيما كاين الاخ عبد الجليل طيبي حي بالمناسبه عنده الله يبارك صوت ما شاء الله
والنهار اللي غنى ليلة عرسك هذاك الشاب اللي في المواه في الشوارع العاصمة أنا هذا الشاب هذا نعرفه قبل ما يشيع قبل ما يتشهر في العالم العربي كما نقول العالم المغرب العربي أنا كنت نعرفه من قبل الله يبارك عنده الله يبارك صوت ما شاء الله وهكذا ما كانوش قائمين به من قبل أكفهم ومن بعد كي شافوه شافوه بان التواصل الاجتماعي بان والاخر ولو شركه الانتاج هذاك عيط له هذاك عيط يلا هو بان على مواقع التواصل الاجتماعي وانا يلا نعطوا فرصه للمأمور قلب راه معمر شميه انا اللي حابه نسمع حاجه من نوع كابيلا يمتعنا بها ستايفي ولا راي ولا واش تخير اما طبعا كما تحبوا ما عنديش مشكله انا يلا نبداو بالصيفي نبداو بالصيفي لانك من مدينه الصيف ابن الولايه ولايه الصيف تحياتنا نبداو بالطابع الصيفي ومن بعد نزيدوا احنا نزيدوا نبروفيتيو احنا يعني. شوف الميكروفون راه امامك تفضل المشاهدين راه امامك راهم يشوفوا فيك الكاميرات راه امامك يعني متعنا متعنا بك اوكي نعطيكم مقطع صيفي من كلمات وتلحين الوالد تاعي الحي بالمولى سباق على الام تحيه ليه اكيد والوالد والوالده وكاع لا فامي باشا وكل المشاهدين كل المشاهدين يا ويلي وينك يا الميمق يا ويلي وينك يا الحنينق ويلي وينك يا الميمق يا ويلي وينك الضحك الزينه ويلي وينك يا الميمق يا ويلي وينك يا الحنينق يا ويلي وينك يا الميمق هاي ويلي وينك الضحك زينة تحياتنا وبارك الله فيك وتحية خاصة لكل أمهات الجزائر أنا إحنا مدى بنا ينوض ويغني قلبها الميكرو راه عندك عمل به ما شئت اوكي نعطيكم لكن احنا عملنا باللي جبت لنا الحصري عندنا عفسه حصريه لقناه الشروق اكيد انا مدني مدنا مقطع راي وخلينا الحصري في الاخر لو ميغي توجور بور لا فان وخليني كمل لك سيد الجيج احكم انت يا راه صرات لي قصه خلصتها غاليه دايرها بيدي انا وراي داني بعيد بقيت وحدي انا جي با لا بيتيد وخليني كمل لك سيد الجيج احكم انتيا وراها صرات لي قصة خلصها غالية دايرها بيدي انا وراي داني بعيد بقيت وحدي انا جو با لا بيتي عطيتها قلبي انا ونويت لافنير وتفهمنا وتعهدنا قلنا نديرو دار عطيتها قلبي انا بقولي سوفونير بقيت وحدي انا جو با لا بيتي هلا ما شاء الله الله ذهبيه بامتياز شكرا ربي يحفظكم شكرا لك مأمون نحكوا على حسري شويه اللي جابوا لنا صفون انا لا غندهشت بالحنجره الذهبيه ديالو انا ماذا بيا نعاودوا نشوفوك ان شاء الله يعني في القريب العاجل اغنيه تاعك انت ان شاء الله تغزو على مواقع التواصل الاجتماعي بكل نجاح اي حضر اي حضر معنا ماذا بينا زيد لنا لا لا احنا نقولوا له نسقسوها قبل مع من شكون ربما الكلمات كاتب الكلمات شكون الملحن شكون الموزع بون دوك الكلمات كانت الكلمات دائما مع الوالد عندي خويا صغير في عمره 19 سنه يعني انت من عائله فنيه مش من كل قول تقدر تقول عائله فنيه باولي ايوا خويا صغير يكتب كاتب كلمات بادي سباشا نحيي ثاني بزاف بزاف عاوني بزاف بزاف نجولو تحيه و لارونجمون كيما نقولوا حنا كانت هذه الاغنيه خدمتها في تلمسان في الندرومه مع الاخ انس سنهاجي وتاج الدين يعني كان صدفه يعني اول مره نروح ليهم عيطوا لي منا منا قعدنا نحكي في بعضنا قعدت نسمع هذه الاغنيه يعني عجبتني التوزيع نتاعها كل شيء قلت نخدمها وخدمتها والحمد لله
وراني نحضر لها ان شاء الله هي اغنيه جديده ونحضر لها ان شاء الله في فيديو كليب جديد ان شاء الله مع الاخ امين بومدين حيو ثاني بالمناسبه فهم ثانويه مازال شويه وقت برك الله غالب عندي ظروف وهو ثاني عنده ظروف ونحيو ثاني نورمالمون زوج مباركوا له مبروك وان شاء الله نذوق نسمعكم الى حبيتوا انتم اكيد اكيد احنا نسمعكم المشاهد الكريم راهو متعطش باش يسمع الاغنيه الجديده ديالنا ولاول مره على قناه الشروق وحصريا لحصتنا حصه كوفي تايم تفضل يعطيك الصحة على هذه الأغنية الجميلة أغنية جميلة وحزينة في نفس الوقت يعني تسرد يعني قصة شاب مع الشابة والفراق هذا دوك هذو هما اللي جانوا شي يحبوا دوكا يحبون المهم حنا نحبوا نديروا كلمة تنظاف وحاجة نقية باش الشعب الكل يسمع كيف كيف وما نديروش الكلام راك تعرف دوكا رانا نسمعوا في أغاني ماش في محلها ولازم نوصلوا الميساج للشبيبة باللي يعني بعد ما كنت في الطابع الصيفي تخصصت بالتدخل يعني في الطابع الرياوي في الاغنية الحزينة الرومانسية الرياوية انا نتقصي صفا نقول له لماذا ما قعدتش في الطابع الصيفي هل لانه دخلت عليه قلت له نتقصي صفا حيرتيني قلت حتقصيني انايا نتقصيك قلت لك تلفت لي سؤال باسكو قلت لي نتقصيك صفا دوختي واش حتقصي فيا ثاني ما نعرفش والو كنت راح نسقسيك علاش ما يعني ما قعدتش في الطابع الصيفي وملت الى الراي هل لانه ربما الان هو اللي راهو في المرتبه الاولى يعني ربما الفنانين اللي ما يغنوش طابع الراي نشوفهم ربما ماشي معروفين ماشي مشهورين ماشي علاش ما دخلتش في الصيفي ودخلت عليه تقنيه جديده اللي ربما الصيفي راي اللي رانا نشوفوها يعني ب اكيد دوك انا فيقولوا المثل تاع القديم الجديد حبوا القديم ما تفرط فيها يعطيك الصحه انا ما فرطش في الاصل تاعي وفي الغناء اللي نحب وانا الاغنيه الصيفيه نحبها بزاف ونحب الشوي بزاف ونحب الاغاني تاع الشرق بزاف بزاف يعني حبيت ننوع برك يعني الاغنيه الرايويه يعني تربعت على الطبوع الاخرى ايوه حبيت ننوع باه يعرفوا باللي مأمون باشا هذا يغني جميع الطبوع راك فاهم ماشي يقعد يغني في الصطايفي ولا الشاوي والراي ما يغنيش ولا غني الصطايفي نغني الراي نحب نغني مغربي نحب نغني باشا اسمح لنا مازال متواصلين معك ولكن لازم عليا نكوبي لك لاباغول باسكو عندنا اتصال والمشاهد الكريم راه معنا ديجا راهو شويه يكون الو الو مريم من جيجل مرحبا بك مريم مرحبا بك الاخ صفوان لاباس اختي العزيزه كي مليحه صافا وانت صافا الحمد لله عجبتك الحلقه تاع اليوم عجبك الصوت يعني تاع الشاب انا راك منور الشاشه بزاف الله يحفظك تحياتي لك شكرا لك انت كي مليحه الاخت الو وي يعني نسمع فيك السمانه اللي فاتت ما تفرجناش كامل الحصه علاش ما تفرجتش الحصه واش كاين الو قلت تنقص فقط السوشيال آه لا لا كي غبت انا كاين يعني الاسد كي غيب كاين لابؤة معليش الاخت تغيبت يعني الاسباب شخصيه راني عاود وليت لكم عدنا والعود احمد الاخت نقصي بك الجهاز التلفزيون ديالك هذا ما كان وسمعينا من الهاتف الو الو انا نسمع فيك انا نسمع فيك راك منور الشاشة بزاف الله يحفظك شكرا على مرورك الجميل شكرا على كلماتك الطيبة هذه من سمية من ورا الشاشة هذوك تقلبها سمية ومن بعد حليك لا لا الله يحفظك شكرا لك أتكلم انا ثاني نحبكم اتكلم واش عجبتك الحلقة تاع اليوم تفرجت الحلقة اليوم من البداية ديالها صافي في ليزيغ والضيف تاعنا اللي راهو معنا اليوم يعني حنا توجور نكتشفوا معنا حفيظة والان حفيظة سيمون راهي في لي كوليس دوك حنا نتكلموا على الشاب اللي راهو حاضر معانا يعني اشكو عجبك يعني الحنجره تاعو اشكو عجبوك الاغاني تاعو عجبتنا الاغاني ديالو راهو يسمع فيك على كل حال اذا حبيتي تقولي له ام تيمو ولا الاخ صفوان عندي حاجتي صغيره يا اخي وشنو عندي حاجتي صغيره تموت عليك تموت علي انا يا ربي يحفظها ان شاء الله سالي لي عليها من هذا المنبر قولي لها صفوان على المباشر أو يحيي فيك وراه يسال عليك وشنو الاسم تاعها ما تروحش تقرا كامل علاش ما تروحش تقرا لا قولي روحي تقراي وان شاء الله تخرجي يعني صحفيه متميزه ان شاء الله ولا تخرجي خير منها ان شاء الله ربما طبيبه ولا بيلوت ولا قولي روحي تقراي وتحيها حييها بالمناسبه شكرا
كلي نحب نسيت عمي فوال. اي تعطيني عمي. واسم وشنو اسمها؟ اسمها اعطيني واسمها؟ ريتاج. نقول لها ريتاج تحية من القلب على المباشر، الله يعافي روحك. الأخت سمعينا بك من جهاز ما تسمعيناش من جهاز التلفزيون، سمعينا من الهاتف، نقصي بك لا تلفزيون ديالك. باش نقدروا نسمعوك. قلت لك حييها من هذا المنبر، حييها، حيي لي الأخت تاعك، نتمنى لها كل نجاح وتوفيق إن شاء الله، أمسية سعيدة. ربما انقطعت المكالمة. أكيد راهم يقولوا أنه انقطعت، أن هناك إهداء خاص نقدمه للشاعر جمال دوفي وزوجته الكريمة وابنه جواد من المزدور بولاية البويرة عفوا. الشاعر جمال دوفي. يلا مأمون نقول لك مازال حديثنا متشوق معاك، ربما بعد هذه الاغنيه رانا شفناها وقلت انه راح يكون كليب لهذه الاغنيه وراح يكون ربما تصوير هذا الكليب ان شاء الله. مازال ما خيرنا لها السيناريو على كل حال، يعني خليت الاخت ايه هي اللي راح تدير السيناريو. تكون آية الأخت؟ آية نورمالمون آية عجية هكذا ممثلة هي نورمالمون هي اللي راح تمثل معايا في الكليب نتاعي الحيو هذا. عرفتها نورمالمون. وأمين أمين بومدين هو اللي راح مازال ما تفهمناش في الفيديو وإن شاء الله نتلاقاو ونتفاهموا في من هذا المنبر. احنا لحقنا نهايه العدد مو احنا مازلنا متواصلين مع المشاهدين الكرام، لكن عندنا ضيوف اخرين اللي راح يكونوا معنا ان شاء الله. دونك سميه واش نقولوا له؟ نقولوا له شنو هي مشاريعه ربما قبل بعد هذا الكليب حلف لاباس يا خلي بالك اللي يسوي حلف لاباس. وشنو ربما مشاريعك مامون بعد هذا الاغنيه اللي راح يكون لها كليب ان شاء الله؟ نتمنى لك التوفيق اكيد. ان شاء الله كاين عندي حوايج بزاف راح نديرهم، عندي اغاني جديده ثانيه راح ندير وكاين جديد ان شاء الله وديما ان شاء الله ديما كاين جديد. يعني كاين اعداء اللي راهم يقولوا مامون صاي ولا اخرى نقول لهم مامون مازال هنا ومازال كاين جماعه اللي يحبوه واللي يحوسوا عليه راني هنا ومازال كاين جديد ان شاء الله وراح ندير لكم حاجه في الطوب طبوعك اللي تحوسوا عليها راني هنا. شكرا لك. الكاميرا امامك امين، ربما كلمه اخيره. احنا نشكرك على حضورك معنا اليوم. نشكركم بزاف بزاف على هذا الضيافة. الله يبارك ما شاء الله. احنا نشكرك على مرورك وحنا نقول لك لازم نشوف تكسر كل عراقيل اللي راك يعني راك تشوفهم يعني يوميا ولازم تستغل كل يعني المواهب اللي عندك نتايا وتفرض روحك في الساحه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماذا بيا ندير اللي عليا بربي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا مأمون. يلا مشاهدينا الكرام مازال متواصلين معكم، مازال ضيف اخر راهو معنا لنهار اليوم. الضيف الاخير اكيد الضيف الاخير. روحوا نشوفوا هذا الفاصل الغنائي اللي عدنا مشاهدينا الكرام والعود احمد ورانا في الفقره اللي ما تبدلنا انا وسميه اليوم. انا راني في الفقره مع الضيف تاعنا الموهبه اللي راهي حاضره معنا اليوم المصور الفوتوغرافي واللي علم عده يعني مواهب في على مواقع التواصل الاجتماعي محمد لاقات. مرحبا بك. الله يحفظك ونشكركم على الاستضافه هذه وميرسي بوكو. او حشمان محمد لاقات سميه ونخليه معك صفوان. بيان شي راه معايا اليوم راه بيان. محمد لاقات كيفاش كانت البدايه تاعك؟ بديت في التيك توك ومعك دخلت في مجال يعني الفوتوغرافيا والاخر، كيفاش يعني دخلت كيفاش تخصصت؟ كنت في التيك توك في مواقع افتراضيه بعدك رحت لاباري فوتو والتصوير، يعني كيفاش كانت البدايه؟ هي بديناها في مع الاول صح سي فيري بديت في التيك توك وكلش بديناها حاجه شغل كانت كما نقولوا نجوزوا الوقت برك ما كناش نديروا تيك توك باش نشيعوا ولا بديناها شغل كنت نخدم في واحد ريستورون سيرفور وكان عندنا شغل مومون ريح وما كانش ريح واحد يدخل حانوت تسمى لو مومون هذاك ندير تيك توك نتبهلل ومن بعدها لا لا باش من المدح المشاهد الكريم يعني المصطلح تاعك ما نقولوش تبهل الحاشا لله ولكن كنا ندوزوا الوقت شغل كان عندنا شويه فيد كنا هذاك الفيد ما عندناش واش نديروا فيه ما كانش الاخر كنا ندوزوا فيه. ربما هي وجهه نظرك انت واش رايك يعني ما دام تكلمنا على تطبيق تيك توك يعني دوك ندوزوا عليه نتكلموا نسالك سؤال عليه ما دام انت راك تكلمتنا عليه وهدرت على المصطلح اللي قلته انت واش رايك في هذه الشريحه اللي راهم يستغلوا تيك توك ويقول لك انا عندي موهبه وانا راني نبان وانا وليت معروف سيلاب في التيك توك ولا يعني ولاو مشاهير بالهاد التفاهه اللي تكلمت عليها. لا لا اسمح لي خويا صفوان هذه كاع ماشي كيستيون ماشي كاع كيستيون هذه اسمح لي يا اخي.
لا لا، يعني تكلمت على التيك توك، يعني انك بديت من التيك توك وبعدها التيك توك سيفيري. مانيش نتكلم عليك، نتكلم على الشريحه اللي تهضر عليها. تعال اخويا صفا، ماشي هذه كاع كيستيون. اسمح لي، جيت انا على جهه سميه عرضه، عيطت لي قالت لي ارواح ماشي هكذا، ولا يهضر في لا ريجيان باش يعطيك في لي كيستيون. اسمح لي، ماشي كاميرا كاشي هذه. شكرا لك. اريد الكاميرا كاشي. انا نتكلم على الشريحه اللي تكلمت انت عليها. ما فهمتش شنو كاميرا كاشي، نهضر معك تقول لي كاميرا كاشي. تيك توك انت، انت تكلمت انا على التيك توك. تعود زميلي، تعود على الكاميرات عشان يشوف فيهم. خلينا نتكلم. انا نعرفك قلتها، انا نعرفك بصح ماشي كيستيون سي فيري. انا قلت هذاك اليوم ماشي كاع. فهمنا 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 يا صديقي العزيز. حنا تكلمنا على الشريحه هذه اللي انت قلتها، انت راك تخصصت في المجال تاع الفوتوغرافي. نتكلم على هاد الناس اللي ولاو يقول لهم حنا مشاهير، ماشي انت، ماشي نتكلم عليك انت، فهم السؤال. صح، مام هادو كاين عباده نعرفهم ويعرفونا، اسم دوك انا كي نهضر تولي فيها حاجه واحده اخرى. اسمح لي عيط له. صح، حنا ضيفنا اكيد وموهبه، حنا نرحبوا بكل المواهب. تفضل اقعد. كل المواهب نرحبوا بهم معنا. هو ويعرفهم وما في ريح معنا ونعرفوا نصفهم. انا نتكلموا على الشريحه، انت تكلمت على التيك توك. لكن حنا في حصه على المباشر، حنا نرحبوا بكل المواهب حتى ريح اللي ريح عندهم موهبه في التيك توك. ريح. تفضل. ماشي كيسين هذه. ريح ريح ريح. تفضل حنا على قولها وزنها، قولها كاميرا كاشي برك حتى يطلع صح. سوانا انا نعرف اخويا ماشي لي الاخر ولا وياسر يقول لي انا مباشر انا مباشر. رانيش بغيت نخربها باش ما باش نهضروا برك. والله سيري، احنا تيك توك بدينا فيه صح، كنا نديرو وكاين ناس، كاين ناس دير تيك توك باش تشطح ولا هذا. دقيقه اسمح لي برك، هو واحد يدير لي كاميرا كاشي ليا، ولكن انا فقت له بلي حيد لي كاميرا كاشي. علاش؟ باسكو ياسر قاعد ياسيسي قال لي سقسي على التيك توك. تما تاك خدمه مع ياسر وانا فقت لك. خدمه مع ياسر. سي بون ياسر فقت لك الكاميرا كاشي ولات السمية وانا يا شغل عندي لي سقي الله غالب. انا ما نتخلق ما والو، انا هكذا. حبيت لي كاميرا كاشي على المباشر. والله حبيت ندير هكا. انا والله كنت نشوف فيه، بالك انت كنت تشوف في النظرة قاعد هكا شغل. لا شوف فيك قاعد يقول لي ريا قاعد يقول لي تبدل فيا على المباشر. كلمة وليت عنفي، غير محكم تقتل خلاص ريا. ياسر كسوري اني استعرف وعلى المباشر انه عرقك ياسر. نو ماشي بصح، لا كان عندي لي سخي شغل. انت كنت تشوفي فيا ديري لي هكذا بعينيك وانا نورمال نورمال. مو هذا هو يعرفني باش علاش نعرفوا وعرفتوا في عده يعني حتى المشاهدين خرجت روماركي وهذيك تاع بعينيه دائما نشوف فيك دائما تبادل عندي هذيك الامور في خرجه يعني لافابورتي كي درت يعني اللي درناها انا وعمر سنيكري تاع دراريات جاو كان من بين الحضور. معليش نتكلموا على المجال الفوتوغرافيا، كيفاش دخلت لهذا المجال؟ كيفاش احتكيت بهذا المجال؟ كيفاش حتى وليت انت تعلم مواهب شابه اللي حبوا هذا المجال وليت تعلمهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف كانت البدايات وكيفاش تعلم فيها؟ البدايات كانت انا كنت كيما كاع الشباب، ما جبتش الباك، حبست القرايه وكلش، بعد لازم ندير كاش ستاج، ندير كاش حاجه نشغل نضمن بها لافينير تاعي. درت ستاج تاع فوتوغراف، كي كملته ما جاتنيش بزاف عروض تاع خدمه. اكزاكتوم. قعدت انا نخمم، عندي كاميرا عندي الاخر وقاعد شغل ما كاش خدمه بزاف، واش ندير؟ قلت سي ندير لي فيديو تاع نديرو حاجه جديده. انا كنت قادر ندير لي بودكاست، ندير لي فيديو لي كلاش كيما نديرو كاع. بصح انا حبيت نسين شغل نخرج بحاجه جديده ما كانش يعني. انا بور لو مومون لاني شايفهم في اليوتيوب كاين زوج اللي دايرين يا كيما انايا، ماشي باينين بزاف شغل، ما يتبعوكش بزاف. راه ماركيت كنا نديرو تيك توك يطلعوا لي في حتى 3000 4000، دوكا هادو ما يلحقوا 1000 2000. معليش نسبة المشاهدة ماشي معيار، حنا حنا نحبوا ما نحبوش لا كونتيتي، نحبوا لا كاليتي. تكلمنا على هذا المجال، كيفاش تخصصت في هذا المجال تاع الفوتوغرافيا؟ كيفاش راك تعلم انت الناس يعني يجوك يبعثوا لك على مواقع التواصل الاجتماعي يا محمد حبينا نتعلموا المجال هذا تاع الفوتوغرافي تو، كيفاش راك تعلمهم يعني؟ كيفاش راك تتواصل معهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيفاش راك تعلمهم؟ انا ندير دي فيديو زعما دوك ندير في الانستغرام ولا في مواقع التواصل الاجتماعي تعطوني دي كيستيون، انا دوك دي كيستيون نلمهم في فيديو واحد ندير موضوع بهم. كيما نهار الاول درت الموضوع تاع الفيديو الاولى كامل مثلث تعريض، هذا مثلث تعريض هما تاع الفوتوغرافي الايزو شاتر سبيد والاوفرتير. اوكي، هالثلاثه لازم ما يكونوش ما تقدرش تصور. سما عطيت لهم التعريف تاعهم برك، ومن بعد في الفيديو الدوزيام ديطايت كل واحد فيهم وعطيت امثله وشغل رايحه غير بالعقل، شغل نفهموهم غير بالحاجه يعني. واحد ما يعرفش هاوي جامي شد كاميرا، كي يعطوا له كاميرا يقدر يخدم. وهل يعني جبت لنا دي فيديو باش نحطوا المشاهد الكريم في الصوره؟ اكيد نقدروا نديروا لي فيديو تاعو في لي كونت تاعنا.
حاضرين نورمالمون، كاين صور خادم. اوكي دوك نشوفوا، شوف انا ان شاء الله اللي كان نضع المشاهد الكريم في الصوره اللي راهي شفنا ولا تبعنا، ربما اللي حتى يحضر الفيديو انه كان مخبي دراهم العمل ديالو الاول، وباش يلتحق زعما ويدير فيديوهات هادفه قام يعني بهذوك دراهم اللي مخبيهم، راح تعلم هو يعني وما بخلش الجمهور انه يمدلو ويعلموا بالباطل. هذه يقول لك تي تابتي لوازو في سوني. دوك حنا هذه التصويره في صابلات، انا نشوفها مسجد فوق فوق الباسير تاع صابلات. يعني كنا رايحين غير ندورو هكذا ندورو، رفت كاميرتي انا باسكو الكاميرا توجور معايا توجور مهما انا ما في لقاها شتها توجور معايا، غير شفت المنظر هكذا شغل جاتني في بالي كاين ناس حبيت نفهمهم بر هذوك خيوط تاع الطونوبيلات ماشي فوتوشوب، هذيك الكاميرا تخدمهم اوكي باسكو يعيطوا لها لونغ اكسبوجر، طونوبيل كي تجوز تحكمها تحكم الضوء تاعها، باسكو كاين الناس كي تروح تصور تسمع تشك تشك، هذيك تشك تشك احنا نديروها تطول تطلع تسمى تدخل بزاف الكميه تاع كما نقولوا المعلومات وتعاود تغلق الريدو تخرج تخرجنا هذا النوع تاع الصور. وعندنا دوت فيديو ولا عندنا غير لي زيماج؟ نو كاين لي فيديو ما اذا فيها بوسيبيليتي نشوفوا لي فيديو تاعهم. هذه كرياسيون تاعي، هذه شغل سيد لا ناتور. لا ناتور درت لها الطفله الحشيش كذا كرياسيون تاعي هذه ما انا كريتها. تسمع دير لي شوتينغ تعمل الناس لي شوتينغ تو؟ نعمل لي شوتينغ ودي بري فري رخاص يعني ما كاش ريزوناب، المهم اللي ما عندوش كنت من ذاك نروح ندير لهم نعاونهم صافي نجحنا انا سبحان. مرحبا بكم. شكرا لي. انا عندي بزاف تصاوري عندهم بعثهم لك. بعث لك نضل نصور فيها محمد. هذه باب الزوار وين نسكن؟ في باب الزوار هذه هذه وين لاغي تاع الترامواي؟ واللي صدر من تما اللي صدر راه منا اللي صدر من الكوتي اللي انا نقول هيك هذه اسمها مع الكوشي تصولي هنا صورتهم كانت جوايه 6:30 في ايام الصيف كانت شويه ضويه الحاله باش خرجت نهار. يعني انت تخصصت في مجال الطبيعه فقط؟ لا لا نخدم كلش. اوكي طبيعه لي شوتينغ باش نعطيك مصور فوتوغرافي جاي كيما مجال الغناء، المغني يا اخي المجال اللي يعطيه له لازم يغني، احنا ثاني لا مجال اللي يعطيه لك ديره اكزاكتوم اللي يعطيك وين تسيب راحتك انت يعني في الطبيعه ولا كي دير دي شوتينغ؟ دي شوتينغ نلقى روحي بزاف. لكن ما تلقاش عراقيل خاصه كي تعمل لي شوتينغ للناس ربما ما عندكش لوتوريزاسيون ربما لازم كي تدخل الكاش بارك كيما هذه البارك هذه قريب دخلت عليها الحبس. اكزاكتوم هذا حبيت نوضح للمشاهد هذه انا دخلت نصور ما على باليش في البارك تاع بن عكنون، بعد جا لي لاجون قال لي واش راك دير؟ علاش تصور؟ اكزاكتومون لعبت انا مارق قلت له تسرح انا نسرح انسان طيب قال لي علاش راك تصور؟ قلت له عندي كارت فوتوغراف وبديت نزيد انا قلت بالك نقولوا هكذا يروح وقلت بالك هو ما حبنيش نصور ولا بعد حتى نشوف لي زاجون جاو رفدوني داو كاميرا عيطوا لابوليس كي عيطوا لابوليس ما جاك طولوا باش جا بعد هدرت معاه هكذا قال لي روح. واش عندك واش الكاميرا 5 دي؟ ما عندي نيكون 300 300. يعني نقدروا نشوفوا حتى فيديو راه كان كانوا يقولوا لي انه راه حاضر الفيديو نقدروا نشوفوه في الغرب يعني تمشي بافاي فوتو عادي جدا. هذا وشنو هذا الفيديو الثاني اللي درته اعطيت لهم اكسبيريونس خفيفه كيفاش يولي يوتيوبر ولا باش يقدر يولي كيما انا يدير دي فيديو يفهم الناس. يعني واحد ما عندوش فكره محمد كيفاش التقنيه راك تتعلم بها الناس فكره سجل احنا نخدموا فيه اسكو نديرو فيديو توعوي اسكو فيديو نعلمو فيه حاجة يعني بهاد التقنيات توري لهم كلش تحط الكاميرا نحط الكاميرا ونوري لهم وري لهم كيفاش زعما واحد دوك ما يعرفش حب كاين عباد شو عنده كومبليكس كي حب يدير فيديو كيفاش يديرها وريت له قلت لهم سهله كاين 5 ايطاب ايطاب الاولى توجد ورقه وستيلو شغل تكتب الموضوع تكتب كل واحد كاين اللي يحب يجزء بزاف كاين اللي يحب يكتب شويه بعد توجد البلاصه اللي يدير فيها تحط كاميرتك وتبدا تهدر وشغل تهدر سبونطاني ما شغل ما ديرش حساب ولا تقعد تهدر وتلحق ميساج يعني دير موضوع وتلحقه. وكان مثال ليك انك قمت فيديو على سنه 2019 اللي تحدثت عليه بكل تحدثت واش درت فيه انا بعد تحدثت على التحديات ولا الاوقات الصعبه العراقيه يعني 2019 جاء اسوء عام في حياتي. معليش احنا راح نستقبلوا اتصال من ولايه المديه. الو مساء النور. مساء النور وسيله من المديه. مرحبا بك الاخت وسيله. يسلمك اختي. شكرا على اتصالك. شاهو من ناس المديه ولا غير لاباس وانتم الله يباركك منوره. شكرا لك منوره باتصالاتكم. يسلمك.
راهو حاضر معنا موهبه كانت حاضره معنا حفيظه بريكي كان حاضر معنا مأمون. تبعتينا من الاول ولا هذا وين؟ حكمتها غير من النص من 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 الموهبه هذاك اللي غنى من الموهبه اللي غنى مأمون باشا. والان راهو حاضر معنا محمد راهو مع زميلي صفوان تقدري تحدثي معاه. صحيح الاخت لاباس؟ لاباس الحمد لله. صفوان نور الله يحفظك شكرا لك بزاف نتبعوك في الكاميرا كاشي صباح حبي يدير لي كاميرا كاشي اليوم شفتيه؟ شفته بصح بلي فقت له قلقني شويه بصح شغل خليت شغل خليتها بلي كوم سي فقت له زعما عندي ليكسبيريونس عليك على الاعصاب. لا لا زعما كنت بارد وانا شوميه هلي اللي كانت هي تفيد لي بعينيا هكذا انا قلت نقول قعدت نقول واش درت واش شخصيت الضيف تاعي اخي لاباس راكي مليحه؟ ولا لاباس الحمد لله. واش رايك في كوفيطا ما كيتابعينا دائما ولا اليوم ماك فقط؟ سيتي جوست ان باساج شفتيها؟ ماشي دائما بصح نحب نحضر نسوى سوميه نحبكم بزاف. الله يحفظك ما حنا نحبوكم. شكرا لك سيدتي احنا كذلك نحبوكم ونبادلكم نفس الشعور ونستعدوا جدا لما نسمعوا هاد التعليقات جميله. للاسف انقطعت المكالمه. تحياتنا لك سيدتي ولكل اهلك وكل الناس المديه. نخليك صفوان مع محمد. اكيد حبيت تعلمي لا فوتوغرافي ولا لا؟ لا اكيد. مالا احكي لنا على لي زيتاب كيفاش تعلم الناس في لي ريزو سوسيو. هي اول حاجه باش يعرفوها دير دي فيديو يبعثوا لك. حاجه الاولى كامل يعني واحد ما يعرفش جامي شد كاميرا حب يتعلم حاجه الاولى يديرها في المانيوال. يعني ما تخدم مانيوال مو. باسكو الاوتوماتيك ما يخليكش تعلم. الاوتوماتيك هو يدير لك كلش يدير لك كاع لي زيطاب اوتوماتيك حط عينك وتعبص. اكزاكتومون بصح المانيوال شويه واعر باسكو فيه دي زيطاب. حاجه الاولى روحوا ريغليو الايزو كي نكونوا برا كون عندنا الاضاءه بزاف نديروه في 100 باسكو الايزو هو مليح وماشي مليح. الايزو هذا كي يطلع بزاف يخرج واحد لي قران واحد الخنات هكذا يفسدوا لا كاليتي كاين اللي بالك يشوفوها في الليل كي يصوروا بالتليفون. وعندنا الحاجه الدوزيام نروحوا لوفرتير ريغلو كي نزوم ونديزوم ويتريغلا. ومن بعد عندنا شاتر سبيد. شاتر سبيد واش معناتها؟ كاين كي نصوروا يعني المشاهدين كاع اللي راحوا ما فين يصوروا كاين اللي ما فين يروح عند الاخر باش يديروا فوتو تاع كاريزونتيتي ولا يسمعوا تشك تشك. هذاك احنا نتحكموا فيه نتحكموا فيه بالوقت كيما نحبوا. سما كي نكونوا عندنا الضوء بزاف نديروه خفيف يطلع ويهبط باسكو كان تدخل بزاف الضوء تتحرق لا فوتو تولي ماشي شابه. وكي يكون الليل نديروه يطلع ويهبط بزاف يعني حاجه ماشي واعره بزاف. ومن بعد كاين بزاف صوالح لازم يتعلموهم يعني هذه حاجه واحد اللي ما يعرفش حبي غير يصور برك ما يحبش يتخصص في المجال. ويعني كيفاش تخصص في هذا المجال يعني هل هو حب لك ولا كان حلم ولا مجرد هوايه فقط؟ هي بدات هوايه مع الاول. هي كما نقولوا احنا باش نديروا لافينير زعما باش ندخلوا في المجال هذا ونديروا فيه لافين. بعد ولات هوايه ولات حب ولينا كاين نوجه تحيه لفريده حرحار هي اللي كانت مدعمتني. يعني كانت لي زيفالمون كاع وين تروح تقول لي روح تما وصورت وتعلم ودير يعني ما كانتش باخلتني. سما بدات غير بالعقل بدات مع الاول غير نصور ومن بعد كي بدينا نروحوا لي زيفالمون ولينا نديروا بدينا نشوفوا ونتعلموا ونزيدوا ومازلنا نتعلموا. مازالك يعني الان مازالك دير دي فورماسيون تعلم و مازالني دوك يعني مازال ما كملتش نعلمهم كومبلي يعني غير دي زيطاب درت لهم غير شويه. دوكا محمد لارقات لحقت ان سيغتان نيفو سي بون دونك هل حاب تزيد تطور يعني بيان سور انا راني داير في مخي نكمل لا فوتوغرافي باسكو عندها حد وين تخلص يعني وين واحد يقدر يتعلم بعد لازم يدير ستاج لازم يدير صوالح باسكو ما نقدرش نفهمه انا كلش. سيبا. من بعد نديروا عفايس واحد اخرين نديروا دي بودكاست نديروا دي كور ميتراج نديروا بزاف صوالح ما نقعدوش غير في هذا المجال شغل نبدلوا نتخصصوا في مجالات اخرين. تما يعني الهدف تاعك مازالوا بعيد ولا نقدر نقول تلحق الهدف تاعك؟ مازال ما لحقنا شغل البدايه برشا نحكموا مجال نديروه كي نكملوه نسوطيو المجال واحد اخر ونديروا فيه يا غير بالعقل. هذه هي بالعقل بالعقل. شوميه وشنو هي الهدف تاعك في الدنيا هذه انت؟ هناك اهداف عديده ولازم لي حصه خاصه باش نقول. لا احكي لنا يعني اعطينا رؤوس اقلام فقط. احكي لنا على اهدافك صفوان. المحزمه هذيك ما نقبلهاش ما راحت من الاهداف. زيدي انت اعطيني هدف واحد. كاين بزاف اهداف لكن شيء جميل انه دائما ندعموا مثل هاد المواهب ومثل هاد الشباب اللي ربما باشياء بسيطه بامكانياته الخاصه ما عندكش كاميرا كبيره ولا يعني بسيطه ماشي حاجه كبيره نقول. تقدر دير بكاميرا صغيره تقدر دير بها واش تحب. كاين ناس يكونوا عندها دراهم ما تعرفش دير بهم تروح تشريهم على بلاي ولا تروح تاكلهم ولا لا. لا اخويا عندك كاميرا سيدير عندك دراهم سيخرج بهم حاجه يعني بامكانيه جد باش تقدر تفتح هذا المجال وتطور في روحك يعني راني غير بالعقل ما رانا ندخلوا دراهم المجال هذا ما والو باش واحد ما يكذبش ماناش زعما نديروا لي فيديو باش ندخلوا دراهم ولا باسكو ندير في الانستغرام ماناش نحكي يعني تصنع اسم ديالك في هذا المجال على مواقع التواصل الاجتماعي.
باسكو ما جاتناش بزاف عروض تعامل، تسمى نبينوا روحنا باش يجونا عروض تعامل. وعلاش ربما محمد خيرت التصوير؟ علاش خيرت بالذات التصوير؟ هل كانت يعني هوايه كنت تحبها من صغرك كنت حاب ولا قال لك كانت هوايه فقط؟ سالته سؤال هذا، قال لك كانت هوايه فقط ومع كي ولا يعني يتميز ويتخصص بلاقل بلاقل ويدخل لهذا المجال؟ قال لك ولا هوايه وحب وحلم، تحبها وتحب توصل لها، مع الاول انت تقول نبداها برك نقراها ومن بعد تولي تحبها باسكو تخرج تصور بزاف تشوف بزاف حاجات. ربما هوايه اخرى او حب ربما يتعلمها ولا يلحق لها؟ راني نتعلم فيها وهي التمثيل. ندير مسرح يعني كيما حبيت لي دوكا سما دوك تيست بديت على المباشر. على كل حال مي بون جبتها مليحه صوف كيو شغل ما على باليش انا كيفاش ما لانك انت عندك الخبره تاع ما برونشيتلوش ما مع المباشر. ما شوفي على المباشر ما كاش خبره وماشي خبره، راك على المباشر راك مقابل يعني المشاهدين الكرام اللي يشوفوا فيك على المباشر، ما تقدرش تعرف اسكو كاميرا كاشي ولا راه بصح منه. انا قلت اذا راح للهين عشان نخنقوا نعاود نجيبوا لهنا امر عنف عنفي انا على كل حال. مي بون لكن صديق انسان طيب. احكي لي انت رانا نشوف فيك تصور في الطبيعه، لكن علاش يعني ما خرجش على غرار بعض المصورين الاخرين يخرجوا يروحوا للجنوب يروحوا للمناطق السياحيه؟ رحت لتيميمون، رحت لتيميمون كانت عندي فرصه، رحت درت تما مسرحيه وانا كالعاده كاميرا معايا تما درت صور تما شويه شابين، بصح ما خلوناش نخرجوا. هذه هي المشكله، شغل كنا نريحوا داخل الاوتيل ما خلوناش نبوجيو بزاف نمشيو في الصحراء، لانه يعني الجزائر ليست العاصمه فقط، الجزائر اكيد بين ولايه، الجزائر كبيره وشاسعه من حدودها كمعايا كبيره. كان اتصال من ولايه قسنطينه، ربما راح يكون اخر اتصال معنا نهار اليوم. ام غفران من ولايه قسنطينه، الو مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم ام غفران من ولايه قسنطينه هكذا. نعم مرحبا بك سيداتي، منورين الشاشه بزاف. شكرا لك، كانت حاضره معنا بنت مدينه قسنطينه حافظه بريكي. اسكي تبعتينا من الاول؟ شكرا لك، حصه مليحه بزاف بزاف. كنتي تتابعي من الاول سيداتي؟ والله تبعت من في النص كيما جبتوا الفنانه باجا. راحت لك كانت حاضره معنا الفنانه ابن مدينه قسنطينه حفيظه بريكي مصممه الازياء، وكانت تحدثت على تقاليد وعادات قسنطينه، وتمنيت لو كان هذا الاتصال في الاول. للاسف للاسف الشديد ما حكمتش ما تفرجتش مع الاول. معليش شوفي هي انني مقابله الكاميرا، لكن هي راهي مور الكاميرا راهي تشوف فيا وراهي توجه لك، هي تقول لي سلمي عليها. نعم راهي تقول لي سلمي عليها. نسلم عليها بزاف الاخت حفيظه، نسيوها ونحبوها بزاف. شكرا لك، هي كذلك راهي تقول انها تحبكم هي كذلك. والان راه حاضر معنا محمد مع راهو مع زميلي صفوان، تقدري تحدثي مع سيدتي. الاخت سميه ما نعرف الشاب هذا ما نعرفوش. هو يعني هو من المواهب الجزائريه اللي احنا نشجعوهم ودائما نجيبوهم لهنا باش نعرفوهم للمشاهدين الكرام. نتمنوا له التوفيق ان شاء الله في حياته. شكرا لك سيدتي. احنا دائما من هذا البرنامج نجيبوا يعني مواهب جزائريه شابه. نشتيوك بزاف الاخت سوميه. شكرا لك، انا كذلك نحبكم وعندي محبه شويه خاصه الناس قسنطينه. شكرا لك. بالصحه. شكرا لك سيدتي، تحياتي لك. غير اخت سوميه. اكيد تفضلي تفضلي. نهدي تحياتي الخالصه لابي والامي بناتي غفران فريال نور الهدى. ربي يحفظهم. اكيد ربي يحفظهم وتحياتي كذلك لهم. شكرا لك حبيبتي، تحياتي لكم كامل ولعائلتك الكريمه ولكل اهل قسنطينه وكل المشاهدين اللي عم يشاهدوا فينا. شكرا على هذا الاتصال. صفوان نخليك تكمل مع محمد. خلاص هضرتي كل شيء. ربما لحقنا سمعنا نهايه العدد تاع اليوم، دائما في كل بدايه نهايه وحنا نهايه ما نحبهمش على كل حال، لانه احنا ندعو المشاهد الكريم، لكن نقولوا له نلتقي احنا يوم غد وان شاء الله بيوم الاثنين. لكن ضيف تاعنا محمد راح نودعوه وان شاء الله ماشي لا بروميير فوا ماشي لا ديرنيير فوا. دونك كلمه اخيره محمد، انا نتمنى لك كل النجاح والتوفيق وان شاء الله يعني في القريب العاجل جبنا يعني باشياء جديده واشياء متنوعه ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني ماشي في المجال تاع التصوير. معليش ان شاء الله رانا نوجدوا فان سبيكتاك تياتر اونفون باش ندخلوا به في فيستيفال تاع خنشله بروفيسيوناليزم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كي الاخر نجيبوكم ليزانفيتاسيون وتجيو تشوفونا ان شاء الله. حنايا لي
يعرضنا نروحوا له نبيو الدعوه احنا سميه. والله غير كما يقولوا اللي عرضوا تكون حاجه هكذا انا نعرفوا صفوان مقبل ما في يجي يعني يحب الحاجات اللي تكون مليحه يعرضوا في ديزيفالمون حاجه تكون مليحه تاع خير والاخر يروح ما يعني. شوف احنا دائما الخير احنا يا اكيد سباقين سباقين للخير اكيد طبعا الأعمال. دونك ربما عنده كلمه اخيره شوميه ربما عندك اهداء للوالده الكريمه الابناء الابناء يعني فوت الابناء الاخوه ديالك ولا العائله الكريمه اللي تشوف فيك. العائله الكريمه على بالي تشوف فيها كامل يما بابا عندي ثلاثه خوتي وعندي ماني باذن الله ان شاء الله غدوه تروح دير عمره نتمنوا لها مقبوله ولا تدعي لنا من هذا المنبر دعي لنا ليا والام ديالي والاب ديالي والعائله تاعنا كامل وكل جنود الخفاء دعي لنا كامل موظفين تاع الشرطه ان شاء الله ونطلب ديموندي من الشباب يعني عندك اي موهبه سي دير بها ما تحبش يعني سي خرج منك بزاف صوالح ما تعرفش دير 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 حتى تطيح في الحاجه اللي تصدق بك ان شاء الله. يا ايجابيه يعني لازم توجور نعرفوا كيفاش نجيريو ميتو. دونك انا محمد ما بقى لي غير نقول لك نتلاقاو ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. شكرا لك لبيت الدعوه وان شاء الله دائما الابواب مفتوحه لكم ولكل المواهب الجزائريه ان شاء الله في برنامجكم في طه. دونك مشاهدينا الكرام انا نعاود نولي لبلاصتي نروح عند الزميله شوميه ديالي باش نقول لكم قوا على خير باش ندعوكم كامل باش نقول لهم دقيقه باش نشرب شي ام باش كنعطي شهدت بزاف. انا نقول مشاهدينا الكرام نتلاقاو بكم يوم غد ان شاء الله دائما مع ضيوف متميزين ان شاء الله كنا خفاف عليكم لنهار اليوم مازلنا